صباح الخير يا اللي معانا، صباح الهنا والرزق وحلقه جديده ومنتصف الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. النهارده معانا يعني خلينا نقول حديث مطول عن طبعا المنتخب، والنهارده باذن الله بيسافروا، البعثه بتسافر، ومعانا خبر كمان لسه يمكن من الدقائق هنبدا مع حضراتكم بيه. بس طبعا خلينا في البدايه، صباح الفل عليك يا كريم. صباح الفل عليك. صباح الهنا والرزق يا رب. صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، لن تخلو من اخر الاخبار والمستجدات. وبالفعل عندنا النهارده شويه حاجات عايزين نعرف حضراتكم كل تفاصيلها في سياق حلقتنا النهارده. طبعا كالعاده الساعه الثانيه بيكون معانا فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتكون نقدر نقول عليها ايه، تغطيه لكل العاب الصالات والانجازات الكبيره اللي بتتحقق كل يوم والتاني في النادي الاهلي. دي الفقره طبعا اللي هينورنا فيها الاستاذ احمد رشاد الناقد الرياضي. الفقره الثانيه فقره كرويه بحته مع كابتن جمال السيد النجم النادي الاهلي السابق، واعتقد دي الفقره اللي هيكون فيها كلام مطول بقى عن اخر الاخبار والمستجدات. بص بقى يا كريم، لان احنا لسه بنقول الخبر ده مش حصري، هو لسه حاصل فهو طبيعي يبقى حصري معانا طبعا. يعني لسه حالا احنا بنتكلم ان الاستاذ وسياده الوزير يعني اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه راح وزار المقر بتاع بعثه المنتخب حاليا زي ما حضراتكم شايفين. دي لسه يعني من دقائق بسيطه جدا قبل الهوا، قبل فتره الهوا، وكان في استقباله طبعا الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكره. طب حد ممكن يجي يسال يا جماعه الزياره دي اهميتها ايه؟ قول اللي انت عايزه، بس اكيد اكيد الصوره بتتكلم عن نفسها، هي لتحفيز اكيد اللعيبه قبل السفر. النهارده بالمناسبه هيسافروا تحديدا الساعه 3 العصر لكوت ديفوار باذن الله، موفقين خوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، بنتكلم 2023 إن شاء الله اللي هتنطلق يوم 13 يناير الجاري. طيب الزيارات اللي من هذا النوع والدعم المعنوي من هذا النوع أعتقد بيكون أمر مهم جدا، لأن أنت في الأول وفي الآخر عايز تحس إن بلدك بتدعمك، بلدك دي بما فيها بقى من مسؤولين، من جماهير، من إعلام، من كل الجهات المختلفة. أعتقد المنتخب يا كريم مسافر دلوقتي هو حاصل على جميع أو كل الدعم اللي ممكن يكون بيتمناه أو يكون محتاجه، الباقي بقى عليه هو. فنيا انت اللي دورك دلوقتي تسعد ملايين الجماهير اللي بتدعمك واللي في ظهرك واللي مقدمه لك كل شيء ممكن، يعني في مستطاع زي ما اتقال في ايديها تقدر ان هي تقدمه. فبالتوفيق ان شاء الله للمنتخب، لكن برضو زياره مهمه جدا. تواجد سياده الوزير طبعا هو كان موجود مع سياده الرئيس في الزياره اللي كانت من قبل ايام قليله، لكن برضو وجوده قبل سفر البعثه اعتقد امر مهم جدا برضو. بالتوفيق ليهم ويا رب يفرحونا، هي دي النقطه كلها. هنتكلم في كل التفاصيل طبعا على مدار اكيد الحلقه النهارده. بالنسبه للدعم، هو في اكتر من ان السيد رئيس الجمهوريه شخصيا والسيد وزير الشباب والرياضه طبعا، ده الى جانب ان هم يعني هيسافروا ان شاء الله وهم مصحوبين بدعوات ملايين المصريين المتشوقين والمتعطشين للحصول على لقب هذه البطوله. زي ما بنقول دايما منتخب مصر منتخب مش قليل باي حال من الاحوال، تاريخه ممكن نتكلم عنه حدث ولا حرج، لكن طبعا في فتره طويله، ودي النقطه اللي كنا امبارح انا ونهواند واقفين عندها كتير، ان في فتره زمنيه مش قصيره باي حال من الاحوال، كانت الدنيا محجره جامد مع المنتخب المصري على كل الاصعده الحقيقه، فبالتالي كانت النتيجه الطبيعيه ان يغيب عننا لقب هذه البطوله سنين طويله، وده الامر اللي نتمنى ان شاء الله ان هو ينتهي مع مشاركتنا في النسخه دي باذن الله كريم. يعني احنا كل اللي بنأمله في الاول وفي الاخر ان المنتخب يعمل اللي عليه، يعني عارف انت لما تحس ان الفريق بتاعك المنتخب بتاعك مأدي اللي يقدر عليه للنهايه، فاعتقد ما حدش بيبقى زعلان. بس احنا بنأمل عوده مره ثانيه يعني الروح الموجوده والمكانه الموجوده لمصر في هذه البطوله افريقيا. انت بتتكلم برضو انت منتخب مصر، ما انتش منتخب يعني مع احترامي لكل المنتخبات المنافسه، لكن انت برضو يعني تاريخ اخر تماما، انت ارقام ثانيه خالص. فنتمنى ان شاء الله ان احنا نحافظ او نستعيد الاول وبعد كده نحافظ على هذه المكانه. دي نقطه مهمه جدا. خلينا كمان نتكلم وخبر اعتقد برضو مهمه، وبنتكلم من اول الموسم وجماهير النادي الاهلي زي ما حضراتكم اكيد متابعين بتتكلم ان هم عايزين مهاجم، وفعلا ده اللي حصل يمكن بالامس وسمعنا هذا الخبر. تعاقد مع النادي الاهلي مع مهاجم كبير جدا وكان ليه طبعا تاريخ كبير جدا، وبيتقال عنه ان هو فعلا مهاجم من طراز مختلف. يعني ده مع الوقت طبعا اللي خلينا نقول برضو ضغط البطولات الكتيرة، نتكلم برضو أنتوني مودست اللي يمكن لحد دلوقتي مش هنقول ان هو صفقة ابدا ابدا غير موفقة، لكن أنتوني مودست يمكن من اللعيبة اللي جت على النادي الاهلي، وده على مدار على فكرة اجيال كتيرة جدا ما بتكونش او ما بتقدرش ان هي تتألق في فترات سريعة
او فترات قليله بتاخد وقت، وشفنا ده كتير جدا مع صفقات قبل كده. فاعتقد ده اللي خلى مجلس اداره الاهلي دلوقتي بنتكلم كمان في اول اسبوع من الانتقالات الشتويه ان هو يضم مهاجم تاني مع بدايه فتره الاعداد الجديده. هيبقى معانا باذن الله وسام ابو علي المهاجم الفلسطيني الكبير، واللي كل تاريخه برده بيقول ان ده ان شاء الله هيكون مهاجم كبير جدا يليق ان هو يكون اسمه موجود وسط كتيبه النادي الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله. واعتقد ان برضو النادي الاهلي في الاول وفي الاخر ومجلس الاداره عارف الاحتياجات للفريق، وعارف كمان الجماهير محتاجه ايه وعايزه ايه، وهو بيحاول وبيسعى دايما ان هو يحقق كل الطموحات دي. فبالتوفيق ان شاء الله. عايزين لو احنا بنتكلم عن موسم فات حققنا فيه 5 بطولات، ان شاء الله السنه اللي جايه كمان نقدر نحقق اكتر، والسنه دي نقدر نحقق اكتر بكتير، لان ده تاني اللي هنقول عليه ينتظره ويستحقه النادي الاهلي اكيد من مجلس الاداره ومن يعني خلينا نقول الفريق ومن كل من هو مرتبط اسمه بالنادي الاهلي. فبالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله خير، وباذن الله تكون اضافه يعني ترضي وتسعد جماهير النادي الاهلي اللي هي كمان كانت بقى لها فتره طويله بتطالب بهذا الامر. نتمنى له اكيد كل النجاح وكل التوفيق. تعالوا بقى نرجع مره ثانيه للمنتخب. عايزين برضو نعرف حضراتكم ان النهارده بعثه منتخب مصر الاول لكره القدم هتسافر ان شاء الله وتغادر القاهره للمشاركه في بطوله كاس الامم الافريقيه 2024 اللي بتستضيفها كوت ديفوار، وهتنطلق يوم 13 يناير. اول ماتش عندنا هيكون يوم الاحد الجاي ان شاء الله قدام موزمبيق. طبعا منتخب مصر بشكل عام برضو ندي لحضراتكم فكره هو في المجموعه الثانيه اللي بتضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي. وبمناسبه مباراتنا الاولى لازم نقف عند تفصيله كده يعني يتوقف عندها الحقيقه، والكلام فيها هيكون في سياق تاريخي حبتين. يعني مباراتنا الاولى هتكون مع موزمبيق، تعالوا بقى نتكلم عن تاريخ مواجهات المنتخبين، واللقطه دي بتهيألي ممكن كتير مننا يعتبر ان هي شكل من اشكال الفال الحسن، فال خير، لانه سبق وتواجد منتخب موزمبيق مع مصر في دور المجموعات في 3 مناسبات مختلفه، انتهت ال3 مناسبات بنهايات سعيده. المره الاولى كانت في كاس امم افريقيا سنه 86، تواجد منتخب مصر مع السنغال وكوت ديفوار وموزمبيق في مجموعه واحده، تمكن الفراعنه من الفوز بثنائيه نظيفه طبعا في ذلك الوقت، ومن ثم تحقق اللقب في النهايه. دي المره الاولى. المره الثانيه كانت في كاس امم افريقيا سنه 98، وبرده كان منتخب مصر في نفس المجموعه اللي بتضم موزمبيق بالاضافه طبعا للمغرب وزامبيا، تمكن الفراعنه من تحقيق الفوز بنفس النتيجه 2-0، وبرده من ثم تحقق اللقب لينا. المرة الثالثة كانت في كأس أمم إفريقيا سنة 2010، وفي يعني صدفة فريدة من نوعها برضو وقع المنتخب المصري في نفس المجموعة اللي بتضم موزمبيق إلى جانب نيجيريا وبنين. نجح الفراعنة في ان هم يفوزوا على موزمبيق بنفس النتيجة 2-0، ومن ثم حققوا اللقب. يعني المرة دي بقى ان شاء الله هي المرة الرابعة اللي طبعا يعني واقعين فيها احنا مع موزمبيق في نفس المجموعة، وان شاء الله يكون فعلا فال حلو. وده طبعا التفصيلة دي اسعدت كتير من جماهير كرة القدم المصرية الطامحة في تحقيق اللقب الثامن في تاريخ الفراعنة، واللي كتير جدا منهم زي ما بقول لحضراتكم اعتبروا ان التفصيلة دي فال حلو، ولعله خير فعلا. لعله خير. لعله خير. بص يا كريم هقول لك على حاجة. يعني احنا امبارح يمكن اتكلمنا، هنفضل وكل الاستديوهات التحليليه المختلفه كمان هتتكلم في هذه النقاط، وهتفضل تحلل وهتفضل تتوقع باذن الله ايه اللي ممكن منتخب مصر يقدمه هذا الموسم مع كل التغييرات الموجوده، مع كل الاضافات اللي يمكن كمان حاصله في هذه الفتره، مع وجود فيتوريا، مع وجود سكواد رائع، مع انتهاء بقى فكره ومفهوم هنا المنتخب الاوحد للبطل الاوحد محمد صلاح. لا كل ده اعتقد ممكن يعكس بشكل كبير جدا نتائج مختلفه مع الدعم اللي احنا كنا بنتكلم بيه سواء على مستوى الدوله او على المستوى الجماهيري. كل ده ممكن يبقى ليه انعكاسات طيبه جدا بعد كده باذن الله على نتائج المنتخب. فنتمنى كل التوفيق، لكن اكيد في تفاصيل كتيره جدا محتاجين ان احنا نتكلم فيها. وفكره برضو الحكم المسبق والحكم السريع في تحديدا المباريات الوديه برضو دي عليها علامات استفهام، محتاجين نبقى نقف عندها شويه، لان ما ينفعش ان انت تحكم ابدا في المباريات الوديه، لان كل يعني المدير الفني بيبقى ليه حساباته. وهنرجع تاني نتكلم على كابتن الجوهري وازاي هو كان بيبقى ليه حسابات معينه، وما كانش بيهمه ان هو على فكره يسعد الجماهير في المباريات الوديه. الراجل بيبقى نازل بيعمل حسابات معينه. واعتقد فيتوريا شويه بيفكرني
بنفس مدرسة يعني كابتن الجوهري الله يرحمه، راجل مركز شوية ما بيتأثرش بيه فكرة الضغوطات برضو اللي هو يا عم نزل فلان، يا عم انت ليه عملت السكواد ده، الكلام ده كله ما اعتقدش ان هو بيهم قوي فيتوريا. هيبان على كل حال، يمكن اطلع غلط بس هيبان الفترة اللي جاية، لكن انا متفائلة او من الناس الجماهير الكتيرة جدا المتفائلة بإذن الله ان ممكن المنتخب يعيد ويستعيد امجاده مرة تانية بعد غياب 13 سنة، وده رقم مش قليل. من الاخبار بقى الحلوه، خلينا نخرج شويه من المنتخب وهنعود ليه مره تانية، بس من الاخبار كمان الحلوه ساديو ماني طبعا هذا النجم الكبير اللي امبارح كانت كل السوشيال ميديا تقريبا بتعمل شير للفرح بتاعه، طبعا مهاجم فريق النصر، وكان حديث السوشيال ميديا لان هو اعلن زواجه امبارح بشكل رسمي بقى من خطيبته عائشه تامبا، وهي قصه حب بالمناسبه اللي بيتابع يعني موضوع ساديو ماني وعائشه، هم قصه حب بقى لها فتره واخيرا كللت بالزواج، وامبارح كان حفل الزفاف كان في العاصمه السنغاليه يعني داكار، وده بيكون قبل مش عارفه بقى التوقيت ده الناس علقت عليه يقول لك يعني خلاص ده ايام قليله جدا قبل المشاركه مع منتخب بلاده في كاس امم افريقيا، يعني هو على كل حال اكيد في سبب ان هو يعمله في الفتره دي، بس يعني الف مبروك لساديو ماني، وانا بحب جدا قصص الحب اللي بتنتهي بالزواج يعني، فناس كتيره كانت مبسوطه ليه، فبالتوفيق طبعا، وهي اموره على فكره جدا بالمناسبه شكلها حلو. والحقيقه فعلا السوشيال ميديا كانت مقلوبه امبارح طبعا بالصوره دي وبصور ثانيه كمان، ودي طبيعه الحال مع اي نجم عالمي، اي نجم، وطبعا ساديو ماني الى حد كبير جدا جدا كان يعني مرتبط في اذهان كتير من المصريين بالثنائيه الرائعه اللي كان عاملها مع محمد صلاح، بما فيها الفتره اللي كان فيه ايه يعني تحس ان كان فيه كعباله كده في العلاقه ما بينهم هما الاثنين، بس ساديو صحيح. يعني محمد صلاح ساهم بشكل مباشر في تعريف العالم العربي طبعا بساديو ماني نتيجه هذه الثنائيه، فطبعا اكيد بنتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. عندنا خبر تاني كمان يعني مهم جدا يخص الكوره، منتخب مصر الاول لكره القدم هيخوض دوره وديه دوليه ان شاء الله في الفتره من 22 حتى 26 من مارس المقبل في دولة الإمارات العربية الشقيقة، هتضم منتخبات كرواتيا طبعا وصيف بطولة كأس العالم 2018 ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا. هتنطلق مباريات هذه البطولة إن شاء الله يوم 22 مارس على أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولى لتحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع، الكلام ده هيتم يوم 25 مارس، في حين ان طبعا هيتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الاول والثاني، والماتشات دي هتكون ان شاء الله يوم 26 مارس. بيشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفرقتين خلال هذه البطولة المقرر اقامتها في شهر مارس المقبل ان شاء الله. اهلا بكل حضراتكم من جديد، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل الاضطراري، طبعا الف سلامة كده دلوقتي زي الفل، شرقة سريعة بس الحمد لله الحمد لله. طيب نرجع لحضراتكم نكمل اخبارنا ونروح دلوقتي للبرازيلي ميكالي المدير الفني طبعا لمنتخب مصر الاولمبي، والاخبار بتاعه المنتخب مصر الاولمبي برضو يعني بقى لنا فتره فيها غياب، لكن خلينا بقى نتكلم ان هو اعلن اسماء هنا لاعبين المقرر انضمامهم لمعسكر الفريق اللي هيبدا ان شاء الله الخميس القادم في العاصمه الاداريه الجديده. القائمه هتضم 26 لاعب استعدادا للمشاركه في دوره دبي الدولية الودية اللي هتقام في الإمارات في نص الثاني من شهر يناير، ده طبعا ضمن استعدادات منتخب مصر الأولمبي لأولمبياد باريس 2024. طيب قرار الجهاز الفني بانطلاق المعسكر يوم الخميس بدل من الأربع يعني كان برضو عشان يتمكن اللاعبين من المشاركة مع أنديتهم في الجولة الأولى لكاس رابطة الأندية المحترفة. بنقول طبعا للمنتخب الأولمبي كل التوفيق كل الدعم، نفسنا نفرح بأي منتخب والله يعني أي حاجة بقى أي حد يعمل أي حاجة، فبالتوفيق ليهم بإذن الله أكيد بنتمنى لهم كل النجاح وكل التوفيق. ولو حضراتكم مركزين هتلاقوا إن إحنا بقالنا فترة طويلة يعني حتى لو مش كل يوم بس على الاقل مرتين ثلاثه كل اسبوع لازم نكون بنتكلم بشكل او باخر عن فكره اكتشاف المواهب الكرويه المدفونه، ودايما بنقول ان احنا عندنا في مصر يجي مليون محمد صلاح محدش يعرف عنهم حاجه في القرى والكفور والنجوع والاماكن النائيه حتى في مصر، تاكدوا ان فيها مواهب محدش يعرف عنها حاجه، ومن هنا بتيجي اهميه ان احنا نبحث عن هذه المواهب كي يتم استغلالها كما ينبغي في المنتخبات المختلفة. الخبر اللي عايزين نعرف حضراتكم تفاصيله متعلق بأن امبارح أعلن اتحاد الكورة طبعا أنه حاليا بيتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة طبعا كابتن وائل رياض موجودين حاليا في الأقصر في الفترة من 8 لغاية يوم 11 يناير الجاري لمتابعة اللاعبين في هذه المرحلة السنية في منطقة الصعيد، ده طبعا بيحصل في إطار خطة الجهاز الفني للبحث عن
افضل العناصر وبالتالي ضمها لمنتخب الشباب. بيقيم الجهاز الفني خلال هذه الفتره في المدينه الشبابيه في الاقصر، وبيتابع طبعا على مدار هذه الايام الثلاثه او الاربعه اكبر عدد ممكن من لاعبي الصعيد. كمان هيتم اقامه مباراه بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد، ده طبعا خبر يتقال عليه انه خبر ايجابي جدا مهم جدا، اكيد ان شاء الله يعني هيصب في مصلحه كره القدم المصريه والنهوض بيها واكتشاف العشرات ده ما كانش المئات من الموهوبين المصريين اللي كان يعني ما حدش يعرف عنهم حاجه واللي في امس الحاجه ان حد يلقطهم. انت عندك كنوز مدفونه تحت التراب وعلى كل الاصعيد على فكره، رياضيا وفنيا وادبيا و صحيح، بس ندور عليهم وده اللي بيحصل كويس. صحيح، هي دي النقطه، الفكره كلها ان الواحد يحصل على فرصه. لو انت حصلت على الفرصه بعد كده ده بقى دورك انت، انت اللي تثبت نفسك. لكن فكره الفرصه فعلا عندك كوادر كويسه جدا بس ممكن تكون مش واخده الفرصه بتاعتها، فاعطائهم الفرصه دي معناها ممكن ان انت تكون اعطائهم فرصه للحياه اصلا. صحيح، يعني فالنجاح بيترجم عند البعض اكيد ان هي فرصه حياه. خلينا بقى نتكلم برضو عن بطولة مهمة جدا هتنطلق بكرة بإذن الله الأربع، هي أولى مباريات بطولة استادات الدولية لكرة اليد تحت 20 سنة، ودي هتكون نسختها الأولى على ملاعب الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، وبتنظم البطولة شركة استادات للاستثمار الرياضي بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة هنا اليد، مشاركة برضو منتخبات هنا عندك يعني مصر والمجر ورومانيا، وهتقام البطولة لغاية 13 يناير، وهتقام في نفس التوقيت من كل عام بإذن الله. دي النسخة الأولى زي ما كنت بقول لحضراتكم، واستعدادا كمان لمنافسات اللي هتاخدها بقى هذه المنتخبات في أجندتها الدولية والقارية، كمشاركة هنا منتخب مصر تحت 20 سنة في بطولة إفريقيا، ومشاركة منتخبات المجر ورومانيا كمان بيأتي في بطولات هنا أوروبا. ده في ظل برضو تبني شركة استادات استراتيجية الارتقاء بمستوى تنظيم الفعاليات الرياضية وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمل على كمان تمهيد الطريق أمام كل الرياضيين في جميع الرياضات وجميع الفئات العمرية بتوفير كافة الإمكانيات. فأعتقد برضو ده أمر مرتبط أكيد بالخبر اللي أنت كنت بتقوله. طب. فبالتوفيق، أعتقد يعني بطولة في نسختها الأولى لكن رائعة جدا، وأعتقد حتى نال برضو اهتمام كبير جدا من الإعلام والصحافة مش بس محليا. يا كريم انت بتتكلم برضو ان بتؤهلك وبترتبط بيه بطولات عالمية، فاعتقد ده امر جيد جدا برضو كشيء بيضاف للرياضة المصرية. طبعا اكيد اي مستجدات من الصنف ده اكيد بتسعد كل طبعا الناس، لان فيها صخ للمواهب وفيها اكتشاف لمواهب وفيها متعة بيدور عليها كل عشاق كرة القدم، فطبعا اكيد خطوة حلوة جدا وان شاء الله يعني ينتج عنها خير الفترة اللي جاية بإذن الرحمن. تعالوا بقى نفتح الملف اللي فعلا مشرف وفعلا ما عندناش غير كل سعادة واحنا بنتكلم عنه، لان حقيقي حقيقي يعني قصة نجاح فظيعة وتستحق الاستنساخ في كل الرياضات المصرية. أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للسكواش التصنيف العالمي للاعبين في الأسبوع الثاني من شهر يناير، وفي طبيعة الحال وصل نجوم الاسكواش المصري علي فرج لاعب وادي دجلة ونور الشربيني لاعبة سبورتينج، وصلوا هيمنتهم على صدارة التصنيف العالمي مع بدايات العام الجديد 2024. حققوا يعني فكرة الحفاظ على التفوق ودي حاجة في منتهى الأهمية، وطبعا رفع علي فرج رصيده في السيطرة على قمة الاسكواش ل 190 أسبوع في تاريخه، منهم 32 أسبوع متتالي، حضراتكم متخيلين الأرقام والإحصائيات. وكمان كملت نور الشربيني سيطرتها على تصنيفات السيدات الأسبوع 19 على التوالي، وتقدمت أمينة عرفي البطلة الصاعدة مركز واحد لتصل للتصنيف 16، حاجة عظمة على عظمة الحقيقة. بص الاسكواش بقى هنقعد نقول فيه يعني بجد هو يعني شابوه حقيقي، لا شابوه بجد لكل الابطال بتوعنا في الاسكواش وكمان على مستوى الرجال والسيدات والناشئات والناشئين، فيعني بجد منظومه واتحاد ناجح بكل المقاييس. نتمنى بقى ان التجربه دي تعمم على كافه الاتحادات المصريه، لان احنا في حاجه لهذا الفكر المختلف الى حد كبير. وبالمناسبه الاتحاد الاسكواش فيه كتير من العناصر الموجوده فيه كانوا لعيبه سابقين، فانت لما تيجي تحط برضو في مراكز دلوقتي قياديه اشخاص او عناصر كانت جوه المطبخ، اعتقد ده بيفرق بشكل كبير جدا. وفي اتحادات كتيره في مصر كده، بس نتمنى لان الخبرات برضو تبقى مختلفة، ولان انت تبقى ابن اللعبة وتتحط في مركز قيادي بتبقى فاهم كل الاحتياجات وكل اللي كان اللعيبة بيمروا بيه، فانت بتبقى اقرب ان انت تساند هذه اللعبة وتقدم اللاعبين محتاجينه. فبالتوفيق ان شاء الله،
وكالعاده السكواش ابطالنا فيه مشرفينا، مفيش حاجه جديده يعني تتقال. عوده من جديد لعشرة صبح بالاهلي، اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. تعالوا بقى نعمل زي ما بنعمل كل يوم، نشيك كده ونتابع سوا ايه اخر الاخبار والمستجدات في النادي الاهلي بكافه فرقه الرياضيه المختلفه. المره دي منورانا زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده حاليا في مقر النادي الاهلي بالجزيره. هنا صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن بالتأكيد قبل ما أبدأ بقى أخباري النهاردة، أكيد حابة أقول لكم كل سنة وأنتم طيبين، يعني دي أول حلقة ليا معاكم في 2024. إن شاء الله بقى تكون سنة مليئة بالإنجازات ليكم وطبعا للنادي الأهلي، يحقق مزيد من البطولات والأرقام القياسية، وتكون سنة مليئة بالبطولات الأرقام الجديدة والفوز في المباريات المهمة جدا. نبدأ بقى أخبارنا النهاردة والبداية مع الفريق الأول لكرة القدم. خلاص الفريق هيستأنف تدريباته مرة أخرى يوم الخميس القادم إن شاء الله، يعني كان واخد طبعا راحة من التدريبات يمكن بعد التتويج ببطولة السوبر المصري، يعني كان اللعيبة الحقيقة محتاجين قوي الراحة دي، لأنه أكيد كان عندهم ضغط كبير من المباريات، كانوا بيشاركوا في عدد كبير قوي من البطولات، سواء طبعا بطولة الدوري، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بطولة كأس العالم للأندية، وأخيرا السوبر المصري اللي طبعا قدروا يتوجوا بيه. فأكيد كانوا محتاجين فترة من الراحة عشان بقى يستأنفوا التدريبات مرة أخرى يوم الخميس القادم، ويبدأوا بقى فترة الإعداد للبطولات والمباريات القادمة. ده طبعا بسبب التوقف الدولي، فبالتأكيد بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الأهلي، إن شاء الله بقى يعودوا مرة تانية ويفوزوا في جميع المباريات زي ما عودونا دايما. ده فيما يخص أخبار الفريق الأول لكرة القدم. خلونا بقى نروح للألعاب الأخرى. والحقيقة أنه امبارح كان يوم حافل بالمباريات والانتصارات، سواء في لعبة كرة السلة أو كرة الطايرة. خلونا في البداية نبدأ بلعبة كرة السلة وسيدات كرة السلة إلى نصف نهائي بطولة كأس مصر. ده طبعا بعد ما قدروا يفوزوا أمس على فريق مصر للتأمين بنتيجة 96-34، حان هم عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني قدروا ينهوا الكوارتر الأول بنتيجة 30-10، كوارتر الثاني بنتيجة 57-13، كوارتر الثالث بنتيجة 77-29، والكوارتر الرابع والاخير قدروا الحقيقه يوسعوا الفارق وينهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 96-34. طبعا المباراه كانت مقامه على صاله مركز شباب الجزيره الساعه 8 مساء، وزي ما قلت الحقيقه انه سيدات كره السله زي ما عودونا دايما عملوا مباراه كبيره جدا، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق في المباريات القادمه. كمان بقى رجال كره السله امبارح كان عندهم مباراه ايضا مهمه، ورجعوا مره اخرى للمباريات الحقيقه ان هم يمتعونا. كان عندهم مباراه امس في ذهاب دور ال 16 من نهائي دوري السوبر، مباراه كانت امام فريق الطيران، وقدروا زي ما قلت يحققوا فوز الحقيقه بفارق كبير، يعني انهوا المباراه لصالحهم بنتيجه 86-57. خلوني انقل لكم تفاصيل اكتر عن المباراه. انهوا الكوارتر الاول بنتيجه 25-17، الكوارتر الثاني بنتيجه 46-29، الكوارتر الثالث بنتيجه 73-44، والكوارتر الرابع والمباراه بنتيجه 86-57، عشان يكونوا حققوا خطوه من طبعا دور ال 16. مباراه العوده ان شاء الله هتكون يوم الخميس القادم، بالتاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق، واكيد بقى عندنا طاقه كامله في رجال كره السله. نروح بقى للعبه كره الطايره، وامبارح فتيات الذهب ايضا كان عندهم مباراه امام فريق الشمس، المباراه دي كانت ضمن منافسات بطوله الدوري، قدروا ينهوها لصالحهم بنتيجه 3-0. الحقيقه ان هم عملوا ايضا مباراه كبيره جدا، سيطروا على جميع الاشواط والحقيقه فازوا في الاشواط بفرق سكور، انهوا الشوط الاول بنتيجه 25-15، الشوط الثاني بنتيجه 25-18، والشوط الثالث بنتيجه 25-16، عشان بقى يقتنصوا 3 نقاط جداد، يعني هم اكيد متصدرين جدول الترتيب والمجموعه بتاعتهم، فازوا في جميع المباريات بالعلامه الكامله. ان شاء الله بقى المرحله القادمه من بطوله الدوري هتبدا في شهر فبراير المقبل، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. كمان معانا اخبار متعلقه بالرجال الماسترز، النهارده ان شاء الله هيكون عندهم مباراه الساعه 6 مساء، مباراه هتكون امام فريق سموحه هنا على صالة الأمير عبد الله الفيصل ضمن منافسات بطولة الدوري. وكمان خليني أقول لكم إنه هما بالفعل بيخوضوا دلوقتي مران صباحي الساعة 10 صباحا، يكون عندهم مباراة الساعة 6 مساء، ده طبعا ضمن المرحلة الثانية من بطولة الدوري. خليني أقول لكم إن هما أنهوا المرحلة الأولى بالعلامة الثانية بالعلامة الكاملة عفوا، والمرحلة الثانية زي ما قلت دي تاني مباراة ليهم النهاردة إن شاء الله. المباراة الأولى كانت أمام فريق القناة وقدروا ينهوها لصالحهم بنتيجة 3-0، كده هيكون متبقي ليهم مباراة
مباراه واحده قبل التوقف هتكون امام فريق سبورتنج في سبورتنج. طبعا بعدها بقى هيكون في فتره توقف للمشاركه مع المنتخب الوطني عشان يشاركوا في التصفيات المؤهله لدوره الالعاب الافريقيه. فطبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال النادي الاهلي وبالتاكيد لمنتخبنا الوطني. ده فيما يخص اخبار الفرق الرياضيه المختلفه، واكيد مش هينفع نكون بنتكلم على اخبار الفرق الرياضيه ما نتمناش كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. خلاص يعني ايام قليله اكيد بتفصلنا عن كاس الامم الافريقيه، اكيد بقى كل المصريين حياه مستنيين البطوله، عندنا امال وطموحات كبيره جدا في منتخبنا الوطني. اكيد منتخب مصر ليه ارقام كبيره جدا في هذه البطوله، فاكيد بنتمنى لهم كل التوفيق. يمكن بقى يا نهاوندو يا كريم خليني اقول لكم انه النادي الاهلي بيشارك منه 10 لاعبين مع المنتخبات، 7 مع منتخبنا الوطني و3 مع المنتخبات الاخرى، سواء طبعا علي معلول مع منتخب تونس او بيرسي تاو مع منتخب جنوب افريقيا او اكيد اليو ديانج مع منتخب مالي. هذا بيبين اكيد كواليتي لاعبي النادي الاهلي اللي اكيد بتكون موجوده وعامل اساسي في منتخباتها الوطنيه. بالتاكيد هنكون بنتابع مجموعه مصر، لكن كمان هنكون اكيد بنتابع المجموعه السادسه اللي هيكون متواجد فيها الحقيقه 3 منتخبات، سواء منتخب تونس بمشاركه علي معلول او منتخب جنوب افريقيا بمشاركه بيرسي تاو او منتخب مالي بمشاركه اليو ديانج. يعني بالتاكيد هنكون بنتابع هذه ايضا المجموعه عشان ندعم اكيد لاعبي النادي الاهلي، لكن في النهايه اكيد بنتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني. يعني يا كريم ونهاوندي دي كانت ابرز اخبارنا النهارده معاكم، طبعا لو عندكم اي استفسارات والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. الحقيقه ما فيش غير كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو قاسم على هذه التغطيه الكافيه والوافيه كالمعتاد، شكرا جزيلا ليكي. وطبعا عندها حق في التفصيله اللي قالتها دي، هو طول عمر الحقيقه النادي الاهلي خط امداد وتموين صحيح انجاز التعبير يعني للمنتخبات المختلفه. صحيح صحيح كلام محترم جدا، اشكرك هنا على هذه التغطيه والاداء المتطور الواضح بصراحه، يعني برافو عليكي. خلينا نكمل بقى مع حضراتكم. وامبارح يعني توفي وللاسف الشديد ده خبر زعل ناس كتيره جدا، لان دي اسطوره برضو كرويه كبيره، نتكلم عن فرانس بيكنباور اسطوره كره القدم الالمانيه، مات في عمر 78 سنه، وهو اتعرف بلقب طبعا قيصر كره القدم الالمانيه، وتوج بكاس العالم مع منتخب المانيا كان 74 عام 74 يعني، وحصل على بطوله امم اوروبا عام 72، وكان من اساطير فريق بايرن ميونخ وحصد معاهم كمان دوري ابطال اوروبا 3 مرات متتاليه، واعتزل في عام 81، وبيتقال عنه بيعتبر واحد من افضل مدافعي العالم طبعا عبر طبعا التاريخ يعني، وهو واحد من 3 اساطير في العالم حصدوا لقب كاس العالم كلاعب ومدرب، ويعني ما اعتقدش حقق الانجاز ده غير يعني نجمين تانيين غيره، فعشان كده بيتقال عليهم 3 منهم طبعا ديدي الفرنسي ديدي. فيعني زي ما بنقول مهما كان الشخص في اي مكانه برضو هو بيرحل جسديا، لكن التاريخ بتاعه بيفضل او بيظل يعني. فاحزن الخبر ده طبعا عشاق الكره الالمانيه، عشاق هذا الاسطوره او هذه الاسطوره تحديدا، لكن في الاول وفي الاخر ده طبيعه الحياه. فاكر انت برضو لما كنا بنتكلم يعني هنا في البرنامج اتكلمنا عن وفاه اكتر من اسطوره يعني كرويه كبيره جدا، اخرهم كان بيلي تقريبا، لما تابعنا الجنازه وتابعنا كل ما مارادونا ومارادونا طبعا قبل كده. لا بس انت بتتكلمي على واحد يعني بيكنباور بالنسبه لناس كتير كان هو كره القدم الالمانيه، هو شخصيا كان كره القدم الالمانيه، كان ايقونه للرياضه دي على مستوى العالم، وكان مصدر متعه لكل الناس اللي كانت بتتابع كؤوس العالم اللي كان بيشارك فيها بشكل دائم. الحقيقه احنا بنتكلم على ان فعلا كره القدم العالميه فقدت رمز من رموزها واسطوره من اساطيرها. تعالوا بقى نروح نتعرف على يعني 2023 كانت مليانه احداث مهمه جدا رياضيا، فتعالوا نشوف ايه اللي حصل فيها اهم هذه الاحداث الرياضيه من خلال هذا الفيديو جراف ونرجع نكمل الكلام.
اتاري انا هونت. لا واحد اتاري انا هونت ان الكلام على السنه الجديده مش السنه اللي فاتت. على فكره واحد يعني ما رحناش بعيد. لا ما رحناش بعيد، كلها احداث كده كده يعني. طيب خلينا نتابع مع حضراتكم دلوقتي بعض التمارين الرياضيه، وكده هنروح فاصل عشان نرجع بعد كده نستقبل اولى فقراتنا الحواريه. خليكم معانا. صباح الخير على جماهير واعضاء النادي الاهلي الكرام. النهارده هيكون معانا تمارين لعضلات الرجلين وتقويه ليها في البيت باستخدام دمبلز وممكن كرسي او اي حاجه ممكن نقعد عليها. اول حاجه هنبتديها هي السكوات. لو احنا بنقدر نعمل سكوات بالشكل ده كده كويس جدا، نحافظ ان احنا ركبتنا ما تعديش مشط رجلينا لما ننزل. ننزل كده اهو، واحد اتنين تلاتة اربعة الشكل ده، واحد اتنين تلاتة اربعة. بعد كده قدرت ان انا اعمل التمرين ده يبقى خير وبركة، ما قدرتش يبقى هستخدم كرسي، هقعد كده ابعد رجلي شوية بحيث ان هي تبقى عاملة زاوية قايمة، هقوم اقف واحد واقعد تاني اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة. وده هيكون تمارين بتشغل معانا الكوادريسبس، هي بتشغل الرجل كلها بس الكوادريسبس أكتر عضلة بتشتغل فيها. بعدين هنستخدم الدمبلز ونبتدي نعمل نوع من أنواع الديد ليفت. هنطلع رجلينا قدام وننزل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونغير رجلنا، واحد اثنين ثلاثة. نحافظ ان يبقى فيه سوفت خفيف قوي او تانية خفيفة قوي في الركبة، أربعة خمسة ستة. بعدين رجلينا جنب بعض عادي برضو بالشكل ده كده، نفس السوفت في الركبة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. وبعدين نستخدم دمبلز برضو ونعمل بيه لونجز، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بالشكل ده. رجلي ما بتطلعش قدام رجلي دي على طول بالشكل ده، لا بتطلع بجنب. يعني ايه؟ اهو واحد بالظبط كده، اثنين ثلاثة أربعة. ودي كلها تمارين بتكون من البيت عادي جدا ممكن نستخدم فيها الدمبلز. وكمان معانا تمارين لعضلات السمانة. بقف بفرد ركبتي كويس قوي، بطلع اقف على مشط رجلي، واحد بالشكل ده، اثنين ثلاثة أربعة، حاول أثبت فوق، خمسة ستة سبعة تمانية. طورت أكتر وبقيت قادر أعمل الأداء أحسن، يبقى حاول ما أخليش كعب رجلي يلمس الأرض بالشكل ده، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة. وبكده يكون خلصنا حلقة النهاردة ومعانا تمارين لعضلات الرجلين وتقوية ليها في البيت باستخدام دمبلز أو باستخدام أي ويتس عندنا أو من غير ويتس خالص حتى لو بوزن الجسم. أهم حاجة نمارس الرياضة. كان معاكم الكابتن حسن من جيم النادي الأهلي الجزيرة. شكرا.
طيب عندنا دلوقتي فقره تحليليه لمشوار فرق الاهلي طبعا في العاب الصالات خلال الموسم الحالي، سواء بنتكلم يد سله طايره وغيره، وماتشات كتيره جدا يعني شغاله هنتكلم عنها مع ضيفنا العزيز جدا والمتالق احمد رشاد الناقد الرياضي. صباح الهنا. صباح الخير يا كريم، وصباح الخير يا نهوان، صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. منورنا يا رشاد، ودايما بنسعد بوجودك معانا لان انت بتعرفنا كل كبيره وصغيره وكل تفاصيل العاب الصالات، ويا محلى العاب الصالات في النادي الاهلي. تعال نبتدي الاول بكره اليد، تعال نمشي رياضه رياضه ماشي الحال عشان ما نتلخبطش والموضوع ما يوسعش مننا. تعال نبتدي بكره اليد وتحديدا كره اليد سيدات، لان كمان من كام يوم كان في ماتش مهم جدا ليهم مع طبعا فريق الزمالك وفازوا فيه بنتيجه 26-22. أكيد المشوار بقى عموما مش بس الماتش ده، شفته ازاي؟ لا هو مباراة كانت طبعا صعبة، لكن قدر طبعا النادي الاهلي ان هو يحقق الفوز. هي دايما بتبقى مواجهات النادي الاهلي مع نادي الزمالك بتكون صعبة، لكن طبعا خبرة اللعيبة وخبرة طبعا الجهاز الفني بقيادة طبعا الكابتن محمد عادل قدروا ان هم يحسموا المباراة بنتيجة 26-22. مباراة كانت قوية. عندنا في النادي الاهلي بصراحة لعيبة مميزة جدا في فريق اليد السيدات. النادي الاهلي في كرة اليد السيدات ماشي بشكل كويس جدا في الدوري بالعلامة الكاملة حتى الآن، محقق طبعا الفوز في كل المباريات اللي خاضها، كان طبعا اخرهم طبعا مباراه النادي الزمالك. النادي الاهلي عنده 42 نقطه من كل طبعا المباريات. مباراه مهمه الفتره اللي جايه، عندك طبعا مرحله ثانيه، المرحله الثانيه او المرحله النهائيه اربع فرق، هيكون طبعا النادي الاهلي ونادي الزمالك. لسه طبعا ما اتحسمش الفرقتين التانيين سواء من الشمس او من سبورتنج او من الصيد او سموحه، ده هيتحدد طبعا بعد ايه انتهاء دوري المرتبط، لان طبعا في فرق قريبة في القصة، فأنت لسه ما قدرتش تحدد الفرقتين التانيين، إنما خلاص الأهلي والزمالك موجودين من ضمن الأربع فرق اللي هم هيخلصوا المرحلة النهائية من الدوري. عندك الشمس، سبورتنج، سموحة، الصيد، اتنين منهم هيكملوا، في اتنين منهم هيكملوا، لكن الأقرب سبورتنج والشمس. فان شاء الله النادي الاهلي يتوج باللقب، لان النادي الاهلي طبعا حامل اللقب الموسم اللي فات. بمناسبه طبعا مباراه النادي الاهلي ونادي الزمالك في دوري كره اليد سيدات، انت النادي الاهلي قدر في اقل من 3 شهور ان هو يحقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجه 7-0. في اليد رجال طبعا كسب مرتين سواء في الدوري في اخر طبعا مباراه في الدور الاول من الدوري، وكمان في السوبر، وقدر ان هو النادي الاهلي يتوج باللقب. كمان اليد سيدات كسبوا الزمالك مرتين رايح جاي في الدوري. السله رجال محققين الفوز على الزمالك ثلاث مرات، فكده النادي الاهلي يحقق الفوز على نادي الزمالك بنتيجه طبعا 7-0. كل التوفيق لليد سيدات. اليد سيدات عامل شغل مميز جدا. بنتكلم على فوز قد ما بنتكلم على سيطره. طبعا. لا انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يا استاذ كريم، ان النادي الاهلي في كل الالعاب والله ملك البطولات الحقيقيه، ملك الصالات. يعني النادي الاهلي لما في اقل من ثلاث شهور في ثلاث العاب بس محقق الفوز 7-0 على نادي الزمالك. فلسه اللي جاي ان شاء الله اصعب، لان طبعا المراحل النهائيه احنا في البدايه طبعا الفرق بتبقى الدور التمهيدي بيبقى مش اقوى زي المراحل النهائيه، لسه اللي جاي طبعا اصعب، لكن احنا كلنا ثقه في فريق كره اليد السيدات ويتوجوا بكل الالقاب. عندهم طبعا نص نهائي كاس مصر امام سبورتنج، فان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يحقق اللقب، لان احنا طبعا ماتش صعب جدا، لان النادي الاهلي هو حامل اللقب الدوري الموسم اللي فات وبطوله كاس مصر، فطبعا جمهور النادي الاهلي مش هيقبل الا بالبطولات مره ثانيه ويحققوا موسم استثنائي زي الموسم اللي فات. طيب احنا يعني بنتكلم عن يد وسله وطايره، خلينا نروح للسله شويه، كنا لسه بنتابع مباراه يعني الاهلي والطيران، وعندنا لسه شوط كبير جدا من المنافسات القويه، وزي ما بيتقال دايما كل ما بتخرج من موسم قوي كل ما الموسم اللي بعده بيبقى اشد تنافسيه وبيبقى عليك مسؤوليه اكبر. صح. فده بينطبق بقى زي ما انت قلت في بدايه الحلقه على كل العاب الصالات في النادي الاهلي. الحقيقه ما فيش رياضه يعني مقصره، فعلا كله بيعمل اللي عليه وكله بيأدي زي ما يقدر. فخلينا نطمن كمان على كرة السلة، سواء هنا بنتكلم رجال او سيدات يعني. خلينا نتكلم في البداية ان الفضل اللي في الالعاب الجماعية طبعا لمجلس ادارة النادي الاهلي، مجلس ادارة النادي الاهلي اللي لم يبخل على الالعاب الجماعية
بالتدعيمات من بدايه الموسم. صحيح. ومش بس كده، احنا النادي الاهلي واللي انا اعرفه ان في كمان تدعيمات ان شاء الله في يناير، بس طبعا مش هنقدر نتكلم في التدعيمات القويه اللي النادي الاهلي شغال عليها الا طبعا الاعلان الرسمي، لان احنا بنمشي طبعا ورا الاعلان الرسمي، لكن في تدعيمات قويه لم يبخل بالدعم من بدايه الموسم بس، ولكن في يناير في تدعيمات قويه جدا لكل الالعاب، وهو ده اللي عمل طبعا الطفره الكبيره سواء في الموسم اللي فات او الموسم الحالي. فريق السله رجال طبعا جهاز فني محترم بقياده طبعا اجوستي الساحر، وعندنا لعيبه مميزه بصراحه. بدا النادي الاهلي بمباراته طبعا امام الطيران في الدور التمهيدي، الاهلي حامل اللقب. مباراه امبارح بصراحه شهدت تالق كبير جدا من عدد اللعيبه سواء ايهاب امين او عمرو الجندي او عمر عزب اللي عودته طبعا كانت مهمه، او المحترف طبعا عيسى. يعني انت عندك هو كمان لو اتكلمنا انت القوام الرئيسي بتاع منتخب مصر من داخل النادي الاهلي بطبيعه الحال، فمباراه النادي الاهلي بطبيعه الحال في كل حاجه كل الرياضات في كل الرياضات، فانت عندك مباراه الاهلي ومباراه الطيران كانت مباراه قويه، قدر النادي الاهلي يحقق نتيجه الفوز بنتيجه طبعا 86-57. دي اول مباراه في الدور التمهيدي، كلنا ثقه في كتيبه طبعا اجوستي رجال السلة في النادي الأهلي، عندهم طبعا ماتش العودة يوم الخميس بإذن الله، وبعد كده المرحلة اللي جاية اللي هي تبقى المرحلة المهمة والأصعب. انت عندك طبعا منافس قوي زي نادي الاتحاد وعندك نادي الزمالك، لكن كلنا ثقة في رجال السلة، عندك لعيبة مميزة يقدروا يصنعوا الفارق مع النادي الأهلي. عندك إصابات أيضا صح، احنا عندنا إصابات ده اللي احنا هنتكلم عنهم بصراحة، وهم إصابات قوية ولاعيبه مهمه جدا. زهران عمرو زهران طبعا رباط صليبي هيخضع طبعا لعمليه جراحيه اصعب تقريبا الاصابات الفتره اللي جايه، فضلوا طبعا ان هم العمليه تتعمل هنا في مصر علشان عوده اللاعب بسرعه، لان اللاعب طبعا لو سافر بره في اجراءات وفي تاشيره وفي حاجات بتخلص كتيره جدا، لكن المعلومه اللي عندي ان هو هيعمل العمليه خلال الايام اللي جايه ان شاء الله على خير. مؤمن طارق خيري ده برضو الاصابه اللي كانت قويه، دي إصابة هيغيب طبعا لمدة شهرين، كسر في أنقل القدم. يعني إصابات قوية طبعا للفريق، هو سقف الإصابات صراحة. عمرو زهران طبعا كان اتصاب مع منتخب مصر في البطولة العربية اللي توج بها منتخب مصر، إصابة كبيرة، وطبعا أنا بالنسبة لي كانت صدمة إصابة عمرو زهران أو بعدها مؤمن طارق خيري. إحنا بنتكلم إن دول مستقبل النادي الأهلي، دول شباب النادي الأهلي اللي دايما النادي الأهلي بيعتمد على المستقبل اللي هيكون مستقبل للنادي الاهلي في كل البطولات. صحيح. طيب تعالى نقف شويه عند صاحب هذا الاسم اللي ابتدى يتردد كتير في الفتره الاخيره، واللي دايما لما بيتقال مقترن بيه كتير قوي من التقدير من قبل كل الناس، اوجوستي بوش. صحيح. انعكاسات قدومه للنادي الاهلي وصلت لفين؟ لان هو بسم الله ما شاء الله احنا دايما بنتكلم عن نجاحاته. احنا اتكلمنا عن نجاحاته، ويمكن دلوقتي احنا عندنا ثلاث مدربين اسبان، يعني مش الاسباني اجوستي بس، انت عندك الاسباني ديفيد ديفيز والاسباني مونزو لفريق كره اليد رجال وفريق كره الطايره رجال. فانت عندك المدرسه الاسبانيه احنا اتكلمنا اكتر من مره عنها قبل كده ان هي نجحت بشكل كبير جدا وناجحه مع النادي الاهلي حتى الان، سواء طبعا في اليد رجال بيحققوا البطولات الموسم اللي فات، سواء في السله رجال بيحققوا كل البطولات. واجوستي من مدرب محترم، يعني انا دايما بقول على اجوستي ان هو ساحر، قدر ان هو يصنع الفارق مع النادي الاهلي، خلى فيه روح مع لعيبه النادي الاهلي، بنشوف اداء قوي دايما، بنشوف الكوارتر الثالث والرابع لاجوستي بيبقى مختلف جدا. انت بتبدا البدايه في الكوارتر الاول والكوارتر الثاني بتبقى البدايه متوسطه، لكن بنشوف اجوستي او تعليمات اجوستي خلال طبعا بين الشوطين بنشوفه في الثالث والرابع بينجح بشكل كبير جدا ان هو بياخد المباراه ليه طبعا نتيجه كبيره زي ما حصلت امام الطيران وحصلت قبل كده في ماتشات كتيره سواء امام طبعا الاتحاد او نادي الزمالك. فاجوستي صنع الفارق بصراحه مع النادي الاهلي، محقق كل البطولات مع النادي الاهلي حتى هذه اللحظه، يمكن خسرنا حاجات بسيطه لكن محقق انجازات ولسه مكمل، راجل عايز يعمل مستقبل مع النادي الاهلي، موجود مع النادي الاهلي. ويمكن اقول حاجه مهمه جدا، ان الراجل ده هو بيحب النادي الاهلي وعايز يكمل في النادي الاهلي، يعني حتى لما اتعرض عليه تدريب في حتت يعني
مش عايزين نتكلم برضو في تفاصيل جوه مصر ولا براها؟ جوه مصر وبره مصر، مش عايزين نتكلم في تفاصيل لان احنا دايما هنا على قناه النادي الاهلي لو اتكلمنا في اي حاجه فاحنا بنتكلم عن الرسمي، الاعلان الرسمي لما النادي يعلن، لكن المعلومه اللي عندي ان الراجل بالرغم ما بالرغم ان هو اتعرض عليه عروض رفض وعايز يكمل في النادي الاهلي. جميل. بالنسبه طبعا احنا عايزين نتكلم عن نقطه مهمه جدا بالنسبه طبعا المدرسه الاسبانيه اليد رجال، يعني اليد رجال اللي محققين بصراحه الفوز في كل المباريات. الاسباني ديفيز عامل بصراحه شغل محترم مع النادي الاهلي. انت عندك فريق، واحنا اتكلمنا في ده قبل كده وقلنا انت عندك فريق او النادي الاهلي عمل فريق مدعم بعناصر الخبره وعناصر الشباب يقدر ان هو يستحوذ على كل البطولات خلال الفتره اللي جايه. محققين طبعا الفوز في كل طبعا المباريات، محققين دلوقتي 45 نقطه في طبعا صداره الدوري. عندنا طبعا الفتره اللي جايه هيبقى فيه طبعا هو في ايقاف من الفتره اللي فاتت لكل المسابقات المحليه، عندنا الفتره اللي جايه بطوله كاس الامم الافريقيه اللي هتستضيفها مصر، بيشارك طبعا لعدد كبير جدا مع المنتخب، لسه طبعا القائمه النهائيه لكن في قائمه منتخب مصر انت عندك 6 لعيبه من النادي الاهلي راحوا طبعا لعبوا منتخب مصر بطوله طبعا الدوري الذهبي، قدروا ان هم يفوزوا في مباريتين وتغلبوا من الدنمارك، لكن كانت استعداد قوي لبطوله كاس الامم الافريقيه. فريق كره اليد بصراحه نقدر نطمن عليه خلال الفتره اللي جايه، واللي دايما بقول ان انا اطمن جمهور النادي الاهلي على فريق كره اليد سواء رجال او سيدات وكل الالعاب. يعني احنا لما بنتكلم على لعبه انا بقول اللي بشوفه على الواقع، وبشوف ان النادي الاهلي فعلا ناجح خلال الفتره اللي فاتت في العاب الصالات ومحقق كل البطولات. حلو جدا الكلام ده. طيب انا عايزه اروح معاك برضو لنقطه ودي ما كانتش موجوده قوي او ملحوظه يعني بالشكل اللي هو دلوقتي نقدر نتكلم فيه. سواء انت بتتكلم بقى عن يعني العاب الصالات، لكن تيجي تقول رجال وسيدات مش كل الرياضات كانت رجال وسيدات يا كريم، حتى في مصر كلها بنتكلم على مستوى المنتخبات حتى ما كانتش بنفس المستوى. الطفره الاخيره من وجهه نظرك بقى رشاد، ايه اللي حصل علشان نقول كمان ان دلوقتي في عندك العاب صالات تحديدا وان كان حتى داخل النادي الاهلي السيدات فيها كمان افضل بكتير، فالطفره الرياضيه النسائيه دي وراها ايه؟ وراها بصراحة تخطيط ناجح من مجلس إدارة النادي الأهلي ومستقبل النادي الأهلي اللي دايما بنتكلم عليه هو قطاع الناشئين والناشئات. على فكرة الطفرة دي نقطة مهمة، قطاع الناشئين على فكرة الناشئات الطفرة فعلا. دي مش موجودة في الألعاب الجماعية بس، هي موجودة كمان في الألعاب الفردية وموجودة في كرة القدم. احنا عندنا فريق في كرة القدم في الكرة النسائية بيحقق الفوز بصراحة حتى يعني في الدوري ماشي بشكل كويس جدا، محقق الفوز في كل مباراته إلا خسارة طبعا في مباراة واحدة. كنت امبارح بتكلمي بالتفصيل بتاع كرة القدم النسائية، كويس كلامه يرطب على القلب. لا لا بصراحة فريق الكرة النسائية في النادي الأهلي محقق طبعا يعني اللعيبة دي أول مرة يلعبوا طبعا دوري، أنت بتنظم أو بتعمل فريق لسه لأول مرة في النادي الأهلي، فتشوف قد ايه النجاح. انت النجاح مش في الالعاب الاخرى بس، انت كمان النجاح في كره القدم. يعني الطفره النسائيه او النجاح اللي موجود في النادي الاهلي هو مش في الالعاب الجماعيه والفرديه بس، وكمان في الكره النسائيه وبيحققوا الفوز في كل المباريات. فالنادي الاهلي اللي بيلعب في النادي الاهلي هو عارف قيمه النادي الاهلي وعارف قد ايه ان هو عنده حمل كبير جدا وعنده ضغط كبير جدا وعنده طبعا جمهور ما بيقبلش الا بالفوز وبالمركز الاول. فاحنا المركز الثاني بالنسبه لنا خساره، احنا ما فيش هو غير المركز الاول في النادي الاهلي. تحقق الفوز الجماهير الجماهير بتزعل منك، الجماهير كمان بتزعل منك عشان هي متعوده على ده، هي متعوده على الفوز، متعوده على البطولات. بس ده عبء فظيع وضغط مش طبيعي. اكيد اكيد حقيقي. يعني اي لاعب، اي لاعب حتى جديد او بينضم للنادي الاهلي او حتى لو لاعب صعد ليه الفريق الاول هو بيشوف ان هو عليه حمل كبير جدا، لكن هو بيبقى مبسوط بده، مبسوط بدعم جماهير النادي الاهلي لان هو عارف ان الجمهور ده بيخاف عليه، عارف ان الجمهور ما بيقبلش غير بالمركز الاول وما بيقبلش غير بالبطولات، فاكيد بيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا لكن بيبقى مبسوط. انا دايما لما بتكلم مع لعيبه النادي الاهلي دايما بيتكلموا ان هم ما بيدوروش غير على الفوز، بيبقى عنده مباراه مهمه هو عايز يكسب. صحيح. وبيكسب بسكور، يعني النادي الاهلي لو كسب بفرق نقطه بيزعل وهو كسبان، يعني مش بس يفوز، عايز يفوز بسكور يفوز بسكور فعلا.
طيب انا عايزه اروح معاك لنقطه يمكن ما اتكلمناش فيها كتير او ما حدش يمكن لفت نظره، بس انا لازم انا مستعد. يعني ليه ما عندناش في مصر مش بس في النادي الاهلي نسبه من المدربات والمديرات الفنيات النساء؟ عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، ده اللي بيحصل خلال الفترة الأخيرة، وإن شاء الله الفترة اللي جاية هنشوف عناصر فعلاً. هنشوف عناصر مهمة جدا. يعني موجود المدير الفني للنادي الأهلي في الكرة النسائية، كرة القدم النسائية كابتن أميرة، كابتن أميرة يوسف. ففي احنا شفنا طبعا خلاص التحكيم بقى موجود عنصر نسائي مهم جدا. كمان في التدريب الفترة اللي جاية في عناصر مهمه جدا ان شاء الله، هيبقى في العاب الصالات بقى في كل حاجه، يعني في كل الالعاب هيبقى في عناصر مهمه جدا نقدر ان احنا نعتمد عليهم ويبقوا مستوى كبير، زي ما بنشوف مدربين طبعا من الرجال بيحققوا نجاحات، هنشوف مدربات هيحققوا نجاحات الفتره اللي جايه باذن الله. جميل، تعال بقى نروح شويه لبقيه العاب الصالات. يعني احنا اتكلمنا بشيء من الاستفاضه عن كره اليد، ندخل على ايه بقى؟ احنا اتكلمنا عن كرة اليد رجال وسيدات، اتكلمنا عن السلة. كرة السلة رجال، السلة سيدات برضو ماشيين بشكل كويس جدا، بدأوا طبعا دوري السوبر الدور التمهيدي مع الطيران، حققوا الفوز في المباراتين وتأهلوا طبعا للمرحلة اللي جاية اللي هي من الدور الأول للدور الثامن. النادي الأهلي هيبدأ طبعا أولى مبارياته يوم السبت اللي جاي أمام نادي الزهور. النادي الأهلي عنده مباريات قوية جدا سواء قدام الزهور أو هليوبلس أو سبورتنج أو سموحة، يعني وخاصة سبورتنج. يعني أنا لو هتكلم عن سبورتنج الموسم ده موسم قوي، قدر إن هو طبعا ياخد منك دوري المرتبط في بداية الموسم، مدعم قوي جدا، وده النقطة اللي أنا اتكلمت فيها يا كريم دايما مع بداية الموسم لما كنت مع حضراتكم هنا، قلت إن الفرق كلها دعمت بشكل قوي. الموسم ده صعب جدا، صعب ليه؟ لأن كل الفرق، أنت الفترة اللي فاتت والفترة الحالية أنت النادي الأهلي بيستحوذ على كل البطولات، بدأت الفرق دي إن هي بتدعم وبتصرف جامد جدا وبتجيب صفقات علشان هم عايزين ياخدوا بطولة، ما شايفين قدامهم ان النادي الاهلي هو دايما اللي بياخد البطولات، فبدا يدعم وبالذات سبورتنج، فانت عندك منافسه صعبه جدا. هيبقى موسم مختلف الى حد ما، موسم مختلف جدا مع سبورتنج. عندك في كاس مصر لعب النادي الاهلي مع مصر التامين وتاهل طبعا لنصف النهائي في مواجهه هليوبلس، الطرف الثاني مين؟ سبورتنج والجزيرة. فانت برضو يعني من قديم الازل طول عمرهم كل واحد فيهم على حده نادي. احنا الموسم اللي فات طبعًا. الجزيره في مفاجاه طلعت سبورتنج. فاحنا انت عندك برضو لكن المنافسه السنه دي صعبه سواء في دوري السوبر او في كاس مصر، لكن ان شاء الله كلنا ثقه، عندنا لعيبه مميزه، عندنا جهاز فني بقياده الكابتن طارق خيري، عندنا طبعا لعيبه متصعده من قطاع الناشئات لفريق السله، فكلنا ثقه ان شاء الله باذن الله يحققوا كل البطولات. ده بالنسبه طبعا للطايره سيدات. طايره رجال صراحه الطايره سيدات لعبوا طبعا حوالي عندهم طبعا دلوقتي 42 نقطه من 14 جوله محققين الفوز طايره سيدات في كل المباريات. فالنادي الاهلي طبعا الفتره اللي جايه او الكره الطايره سيدات هيوقفوا طبعا بمناسبه طبعا تصفيات المنطقه الخامسه الافريقيه اللي هتستضيفها مصر، ففي ايقاف لمده شهر، ده بالنسبه للطايره سيدات. لكن اقدر برضو اطمن كل جماهير النادي الاهلي على فريق الطايره سيدات، الكابتن ابراهيم فخر الدين عامل شغل محترم جدا، النادي الاهلي ما بخلش على الفريق باي شيء، في تدعيمات قويه ان شاء الله باذن الله، وموجود في تدعيمات قويه في الفريق، فان شاء الله باذن الله يقدروا يحققوا الفوز في كل المباريات اللي جايه. النادي الاهلي طبعا كان اخر مباراه ليه امام نادي الشمس امبارح، حقق الفوز بنتيجه 3-0، دي خلاص كانت اخر مباراه، زي ما انا قلت لكم ان الدوري هيقف بالنسبه للطايره سيدات لحد ما طبعا يحددوا المرحله الثانيه باذن الله من الدوري السيدات. الطايره رجال مع الاسباني منذ، اللي عجبني بصراحه الاسباني منذ لان هو شغال شغل مختلف، شغال بفكر ان هو عايز ما يبقاش عنده عناصر الخبره بس في الفريق، وعايز يبقى عنده عناصر الخبره وعنده مجموعه من الشباب شبابية. فده الشغل المحترم. لما حتى بنشوفه يعني يمكن عمل النادي الاهلي كان في مباراه وديه مع السوحلي الليبي، شفت ان هو بيدي كل اللعيبه، ما بيخليش حد موجود على الدكه،
هو بيشارك كل اللعيبه لان هو عايز يشوف كل اللعيبه. فناجح مع النادي الاهلي، لعب طبعا 10 مباريات، عنده 30 نقطه، محقق الفوز في كل المباريات. لكن نتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه، لان اكيد الفتره اللي جايه صعبه. هي الدور التمهيدي دايما بيبقى مش صعب زي طبعا المراحل اللي بعد كده او المرحله النهائيه، لكن شغله واضح مع بدايه الموسم، شغله واضح، بيشارك كل اللعيبه. فبنشوف دلوقتي في المباريات عناصر طبعا من الشباب وعناصر من الخبره. هو الميكس ده هو ده اللي بينجح اي منتخب واي فريق حقيقه. صحيح يعني. انا بس عايز اعلق على حاجه يا رشاد لو تسمح لي، لان عدت كذا مره قبل ما اللقطه تروح. طبعا احنا بنشاهد مع حضراتكم دلوقتي على الشاشه التتويجات المختلفه للرياضات، رياضات الصالات المختلفه. وطبعا تحديدا انا هتكلم عن لقطه سياده الوزير العمري فاروق، اللي من قلبنا من قلبنا بجد بنقول ربنا يشفيه ويقومه بالسلامه هذا الرمز المحترم بجد. على المستوى الشخصي ملوش علاقه حتى بفكره عضو ولا نائب مجلس اداره النادي الاهلي، انا بتكلم كمستوى انساني. هذا الرجل شخص جميل ومحترم وذوق، وربنا يقومه بالسلامه لان هو ليه يعني ناس كتيره بتحبه، ليه اهله وليه ولاده، ربنا يقومه بالسلامه. وعلى فكره محبين مش بس من 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 الاهلاويه، ده اهلاويه وزملكاويه وكل احنا الفرق. شفنا كم الحب ليه معالي الوزير العمري فاروق في الفتره اللي فاتت، فربنا يقومه بالسلامه. كان داعم كبير جدا والله، وموجود مع كل الالعاب. صحيح. ودايما بنلاقيه في كل التتويجات، وكنا دايما بنلاقيه مع كل الفرق، حتى يعني كل بصراحه النادي الاهلي زعلان عليه وكل الفرق في النادي الاهلي. فنتمنى له ان هو يقوم بالسلامه باذن الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اتفضل يا رشاد. احنا وقفنا بقى يعني في كلامنا اكتر من مره، يعني كان لازم نقف عند التفصيله دي، فكره المدرسه الاسبانيه. صحيح. وانت قلت ان احنا عندنا للمدرسه دي ثلاث عناصر موجودين كمدراء فنيين في رياضات مختلفه في النادي الاهلي. النجاح بتاع المدرسه دي او اللي محققها المدرسه الاسبانيه مع لعيبه النادي الاهلي، مع النادي الاهلي بشكل عام، عناصره ايه؟ يعني هل تكنيك التدريب؟ هل ان هم بيعتمدوا اكتر على مثلا، او بيعتمدوا الى حد كبير على برضو العنصر النفسي في صحيح. التعامل مع اللاعبين؟ يعني اكيد في برضو مفاتيح معينه، مش معقوله النجاحات دي كلها بالصدفه. صحيح. ايه عناصر النجاح؟ خليني برضو قبل ما اتكلم في النقطه دي اللي انا كنت لسه بتكلم مع نواند فيه، ان النادي الاهلي الفتره الاخيره في كل الالعاب بصراحه الشغل المحترم اللي معمول، ان هو موجود عناصر شباب وعناصر طبعا خبره، ده سبب النجاح في الفتره الاخيره. لان انت عندك طبعا شكل مختلف، عندك عناصر من الشباب عايزين ان هم يعملوا حاجه وعايزين ان هم يدوا طبعا للنادي الاهلي. لكن نروح بقى للمدرسه الاسبانيه، فانا شايف ان من وجهه نظري النجاح الكبير الشغل المختلف اللي عاملينه المدربين الفنيين مع لعيبه النادي الاهلي. مختلف ازاي او مختلف في مختلف إيه؟ لان انت بتلعب كل الناس، بتدي لكل اللعيبه، شايف ان انت بتطور من اداء كل لاعب. يعني انت اللاعب اللي مثلا بيبقى بقاله فتره مثلا مش بيشارك، انت بتعتمد عليه وبتخليه ان هو يشارك فيكسب الثقه وان هو يقدر يدي للنادي الاهلي. وبكلهم كمان الحب. يعني انا بشوف دايما من وجهه نظري ان اللعيبه، سواء احنا عندنا طبعا ثلاث فرق، كره اليد رجال، وكره الطايره رجال، وكره السله رجال، اللي فيهم المدرسه الاسبانيه. شايف كم الحب من لعيبه النادي الاهلي للمدير الفني؟ بنشوف ده كمان في التتويجات، ان هم قد ايه فرحانين مع المدير الفني. المدير الفني فرحان، بيهزر مع اللعيبه. فده الشغل اللي بصراحه شغل، ده غير الشغل الفني. يعني احنا بنتكلم على الشغل زي ما حضرتك قلت يا استاذ كريم، الشغل النفسي، ان انت بتتلاعب قد ايه مع، يعني بتعمل قد ايه مع اللعيبه، على الجانب النفسي بتشتغل اكتر من ان انت بتقدر ان انت تديله طبعا تعليمات فنيه في الملعب، بتديله طبعا شغل مختلف. عندهم طبعا مدرسه اسبانيه لما نجحت مع النادي الاهلي، النادي الاهلي ده طبعا في الاسباني اجوستي قدر النادي الاهلي بعد كده يجيب ديفيد ديفيز في كره اليد، قدر طبعا يجيب الاسباني مونزو اللي عامل شغل برده محترم مع فرقه كره اليد رجال، كره الطايره رجال. لكن خلينا برده الفتره اللي جايه هتبان اكتر للمدرسه الاسبانيه. اجوستي طبعا ناجح مع النادي الاهلي، ديفيد ديفيز ناجح مع النادي الاهلي حتى الان، لسه طبعا ما شفناش مونزو او لسه ما حققش بطولات مع النادي الاهلي، لكن مصر ان هو يعمل مستقبل مع النادي الاهلي.
طيب رشاد، هو الوقت بيخلص بس يعني انا عارفه انت بيبقى عندك دايما حاجات شويه حصري، في اي حصريات النهارده قبل ما نختم؟ والله هو في 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 حاجات حصري كتير جدا، لكن زي ما انا قلت في بدايه اللقاء اللي نقدر نقولها يعني، لا اللي انا قلت لان برضو هو في تدعيمات قويه يعني في الفتره الجايه على كل الرياضات ان شاء الله باذن الله، في تدعيمات قويه، لكن هننتظر برضو الاعلان الرسمي طبعا. لان انا قلت في بدايه اللقاء وكنت عايز اوضح واشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على الدعم الكبير، إن هو ما بخلش على النادي الأهلي في تدعيمات الألعاب الجماعية في بداية الموسم، لا بيدعم كمان في يناير. يا سلام لو كل الناس تعمل زي رشاد كده وتستنى الإعلان الرسمي من النادي الأهلي، كانوا وفروا علينا فرهدة كبيرة جدا. لا احنا بنلتزم يعني الواحد بيبقى أكيد عارف حاجات كثيرة جدا، لكن لازم ألتزم بالإعلان الرسمي للنادي الأهلي أكيد. لأن هو النادي الاهلي ده في ملف كره القدم في اوقات سابقه كان في كلام كتير وناس وتاكيدات والخبر الحصري عندي وخد مني الجديد وحاجات زي كده. ده سيستم النادي الاهلي واحنا لازم نمشي ورا سيستم النادي الاهلي. صحيح. فنتمنى التوفيق للنادي الاهلي الله. ويفضل دايما في الصداره، وطبعا سعيد ان انا موجود معاكم طبعا في 10 الصبح. واحنا كمان وسعداء بالتطوير كمان في ادائك يا رشاد، انت دلوقتي معاك ما شاء الله معلوماتك رائعه جدا في ملف الالعاب الخاصه بالصالات تحديدا. نورنا ان شاء الله مره ثانيه ان شاء الله باذن وكل الله وكل التوفيق ليك. شكرا لك. ربنا يخليك يا نواد، شكرا جدا. بكل حضراتكم من جديد. طبعا مش مجرد في الفقره دي، لا ده احنا الفتره اللي جايه كلها هتلاقوا معظم كلامنا هينصب على المنتخب اللي طبعا يعني كلنا اكيد باختلاف انتماءاتنا والانديه اللي بنشجعها كلنا اكيد بندعم منتخبنا الوطني بكل تاكيد، منتخب الفراعنه اللي طبعا عشمنا فيه كبير جدا وبنتمنى فعلا ان هم يحققوا اللقب الثامن ان شاء الله. طبعا عندنا كلام كتير هنتكلم فيه في هذا الاطار مع ضيفنا اللي منورنا كابتن جمال السيد نجم النادي الاهلي السابق. صباح الفل عليك يا كابتن. صباح الخير. كل سنه وانت طيب. واهلا بالساده المشاهدين، كل سنه وانتم طيبين وان شاء الله كده تكون سنه سعيده علينا ونكون باذن الله كده على المنتخب القومي نعمل حاجه كويسه ان شاء الله باذن الله. باذن الله كابتن جمال منورنا كالعاده، وبحب قوي ان حضرتك دايما عندك تفاؤل، يعني قبل اي مباراه خاصه بالنادي الاهلي بيبقى عندك تفاؤل جدا. حتى دلوقتي المنتخب قبل الهوا بسال كابتن جمال بقول له ها ثالث ورابع ولا نهائي، قال لي نهائي. فعلى فكره مش كل الناس عندها وجهه النظر دي. خلينا نعرف من حضرتك بدايه كده، متفائل ليه هذا العام او هذه النسخه وعلى اي اساس؟ طبعا مش بس فكره متفائل او لا، اتفضل فهم. احنا طبعا لو بصينا للمعطيات اللي عندنا السنه دي بالظبط وبداية البطولة دي أعتقد أنها معطيات جيدة، بداية طبعا من تألق محمد صلاح الرهيب طبعا في الدوري الإنجليزي، ومحمد بقى أيقونة الشعب المصري وشايف أنه إن شاء الله يعني يستحق أن البطولة دي يعني تتكتب باسمه. هو شخصيا متعشم فيها جدا. بالظبط، هو مركز قوي مركز قوي، رغم أن يعني مباراة تنزانيا الودية ممكن ما تديكيش الاطمئنان قوي أو ما تديناش الاطمئنان قوي، ولكن أنا بتفائل بالجزئية دي من بطولة 98 وفي بعض البطولات 2006 و2008 و2010 كان ممكن يعني المعطيات ما تديناش الإحادة أو إن احنا رايحين نهائي، ولكن البطولة دي أنا شايف إن شاء الله بإذن الله يبقى في إصرار من لاعبتنا، وطبقا للأداء اللي أدوه قبل كده أعتقد إن هي بالأرقام أرقام تحديدا مع مستر فيتوريا، أعتقد إن هو لعب حوالي 13 مباراة أو 12 مباراة، اتعادل ماتش وخسر ماتش وبقيه الماتشات كلها مكسب. فشايف ان دي معطيات جيده بالنسبه لمنتخبنا القومي. بس انت واخد في الاعتبار المكسب كان ضد مين او على مين؟ طبعا كان في ناس كتير عندها تحفظات على اختيار المنتخبات او الفرق اللي بنلعبها بشكل ودي. حتى الماتشات الوديه وحتى تصفيات كاس العالم، حتى مباراه تصفيات كاس العالم، احنا اتكلمنا قبل كده اعتقد برضو في اللقاء وقلنا ان القرعه ما فيش شك خدمتنا يعني، ولكن دايما منتخب مصر في المحافل الدوليه وخاصه في البطولات المجمعه بتظهر مستوانا بشكل كبير او بشكل جيد، يعني احنا لو حسبناها كل البطولات المجمعه بنجيد فيها على مدار التاريخ، حتى البطولات اللي احنا فقدناها الفتره اللي فاتت، احنا واصلين فاينل تقريبا ثلاث بطولات، ثلاث بطولات بالظبط، يعني خسرانين لا بطولتين في الثلاث اخر ثلاث بطولات واصلين فاينل بطولتين، خسرناهم ما وفقناش، ولكن شايف ان ان الاوان ان احنا البطوله دي ان شاء الله تبقى بتاعت منتخب مصر ونعيد امجادنا في 2006 و2008 و2010. والله احنا كلنا بنامل ذلك يعني. على كل حال خلينا نبدا بقى من الاول خالص، من بدايه زياره سياده الرئيس، وبعد كده كمان هنا ان شاء الله بنتكلم على السفر الساعه 3 العصر ده حسب المعلومات اللي عندنا، وزياره سياده وزير الشباب والرياضه، يعني خلينا نقول اهتمام كبير جدا من الدوله، اهتمام كبير ودعم من سياده الرئيس، اهتمام كبير ودعم من الجماهير المصريه، شفناها من خلال لافتات مختلفه في الماتش الودي، شفناها من خلال السوشيال ميديا، شفناها في الاعلام، يعني الناس هذا الموسم يمكن عندها امل، عندها كده زي ما بتقال ايه ثقه،
وطموح نتمنى المنتخب يكون على قدر هذه الطموح يعني، لكن في اختلاف عن العام الماضي يمكن. طبعا بالعام الماضي ده الواحد مش عايز يفتكره باحداثه. يعني لن تكرر ومش عايزينها تتكرر بصراحه. لا مش يعني هتتكرر ان شاء الله. باذن الله. فاحنا مستقرين مع روي فيتوريا، ماتش طلع وحش ماتش طلع حلو، احنا مكملين مع هذا الرجل، العقد بيقول كده. فالاستقرار مهم جدا، لكن الاجواء مختلفه زي ما حضرتك قلت، فيها بوادر جيده. خلينا نبدا من الداعم النفسي، ازاي حضرتك بتشوفه طبعا كلاعب سابق برضو بيؤثر بشكل اكيد مختلف. الدعم لما بنحس ان اجهزه الدوله كلها، طبعا سياده الرئيس طبعا عمل الزياره طبعا في استاد العاصمه الاداريه بصراحه برضو يعني يعني نتكلم على الاستاد برضو نبذة بسيطه، استاد هايل جميل. يعني الناس اتفاجئت بيه، احنا يعني ناس كتير ما كانتش تعرف ان في استاد كبير بالشكل ده وبالقيمه الجماليه دي في العاصمه الاداريه، حتى اللعيبه تحس ان هم عندهم ارتياحيه كبيره في التمرين عليه. ولما راح سياده الرئيس طبعا دعم كبير جدا يعني بالزبط. حاسين ان كل الدوله في ظهرهم، وزير سياده وزير الشباب والرياضه وجميع المسؤولين بالدوله، فدي كان دعم جيد جدا بالنسبه لهم قبل السفر طبعا النهارده. الكلام ده كان قبل مباراه تنزانيا، قبل اداء مباراه تنزانيا. مباراه تنزانيا ممكن ما تكونش فنيا على المستوى الكبير قوي زي ما بتقول حضراتكم، ولكن بنعتبرها تجربه بنجرب فيها اللعيبه. ولكن طبعا في الاحتكاك الدولي وزي ما قلت انا في المعسكرات قيمه منتخب مصر بتبان. يعني معظم المباريات اللي بتبقى مجمعه بنقدر وبنواصل، زي البطوله الاخيره اللي في السنغال. السنغال خدتها ضربات ترجيح، ولكن كنا عاملين برضو اداء جيد ومباراه جيده وكسبنا فرق كبيره. السنه دي هتبقى المعركه شرسه طبعا، شرسه. وانا عشان كده لما نعود كانت بتسالك قبل ما نطلع على الهواء في بدايه الفقره وقالت لك هي ثالث ولا رابع، فانت قلت لها لا نهائي. انا للحظه بثقه قوي قلت يا كابتن جمال، هو الطموح حلو والتفاؤل حلو، بس احنا بنتكلم على منافسه غير اعتياديه في النسخه دي، لان انت عندك كل المنتخبات دلوقتي كل منتخب فيهم على حده مدجج باسلحه فتاكه من اللاعبين الدوليين اللي بيلعبوا في اقوى دوريات العالم. دي حقيقه، دي حقيقة. فده برضو يصعب المهمة، أخذ في الاعتبار برضو الجملة اللي حضرتك تفضلت بيها من شوية، فكرة أن الماتش الودي الأخراني لمنتخبنا مع تنزانيا ما يطمنكش قوي. تمام، أنا برضو أرجع وأقول إحنا في المباريات الكبيرة بتظهر مستوانا، والودي لا يعني مش عايز لا يقيم الأداء، ما يدينيش يعني المؤشر الجيد قوي يعني. وسبق وقلنا حتى إحنا في بطولة 98 لو نفتكر كان كابتن جوهري رحمة الله عليه مسافر والناس كلها مستنيه ان انت تلعب ثلاث ماتشات الاولانيين وترجع في الدوره دي. تخيل احنا مشينا ازاي، وكان حسام حسن متالق وكانت بطوله عظيمه وقدرنا نجيب الكاس طبعا، مباريات كبيره بنأديها. احنا لما بتبقى في حاله تركيز اللعيبه المصريين ومتواجدين مع بعض مباراه بمباراه بمباراه، بنعرف نلعب المباريات على حده وبنفصل بشكل كويس. تحس ان مستوى اللعيبه المصريين في كل البطولات المجمعه بتبقى على مستوى الحدث. بمعنى انا ممكن اكون ماتش ودي مع تنزانيا، يعني مش عايز اقول برضه هو طبعا غلط مش صح ان انا العب على قد تنزانيا، لا ممكن تكون التجارب برضه او بالنسبه للتشكيلات او بالنسبه للجزء الفني في الملعب مستر فيتوريا عايز يشوف لعيبه يكتشف لعيب، ولكن القوام الاساسي بالنسبه له واللعيبه اللي هتلعب واللي هي هتبدا البطوله اعتقد ان هي ده اكيد في دماغه ومرتب وعارف مين هيلعب باك يمين، مين هيلعب حارس مرمى، مين هيلعب نص ملعب، مين هيلعب مهاجم، وعامل تركيبه جيده مع بعض يقدر بيها يخش المنافسات القويه دي، ومع المباريات نعلى شويه شويه. واللي خدمنا برضو القرعه اعتقد ان هي نسبيا مدينا مباراه موزمبيق في الاول، ولو انها برضو ما تتاخدش بالشكل ده، هي لازم تتاخد بجديه تامه استعدادا ان انت داخل على وحوش غانا بعد كده. هو على صعيد تاريخ المواجهات ما بيننا وبينهم الموضوع لطيف، لكن اللي جاي ايه يا عالم؟ بالظبط بالظبط. على ارض الواقع طبعا يا كريم الكلام منطقي، بنيجي على ارض الواقع بقى بتختلف تماما. ولكن شايف مستر فيتوريا عامل تشكيله كويسه لان عنده اسلحه جيده جدا، مثل محمد صلاح واحمد حجازي في الدفاع، محمد عبد المنعم. طب ما ممكن حد يجي يقول لحضرتك ما ده موجود كان كل سنه والمنتخب ما وصلش لحاجه يعني، فكان موجود محمد صلاح وموجود حجازي وموجود تمام. مرموش يعني وموجود مصطفى محمد، كل يعني كل المنتخب او القوام الاساسي ده كان بيلعب البطوله اللي فاتت في السنغال بالظبط، وصلوا فعلا وصلوا فاينل وحصل اجهاد كبير في المباراه النهائيه ووقت اضافي وضربات ترجيح، وطبعا ما صادفناش الحظ في ضربات الترجيح، لان احنا في اوقات برضه الحظ بيصادفنا في ضربات الترجيح وبنكسب في البطولات السابقه، كنا سيمي فاينل مثلا دور الثمانيه الادوار الاقصائيه. هو الحظ ساعات بيساعدك، بس احنا مش دورنا ان احنا كشخصيه نساعد الحظ
بامكانياتنا وبجاهزيتنا نساعد الحظ. هو ده المنطق. فاهم قصدي؟ ده اللي احنا مستنيين، هو اللي يمسي علينا المسي. هو ده المنطق. بس لما بتوصل له في الاخر يا كريم بتوصل ضربات ترجيحيه، بتبقى خلاص انت وصلت للنقطه، خلاص بقى انت بتقول ايه؟ ربنا يوفق الحارس واللعيب اللي بيشوط. استنزفت وده الامل الوحيد. ايوه بالظبط، وده بيبقى الامل الاخير بالنسبه لنا. ولكن ادائنا في مباراه السنغال لو نفتكر في الفاينل كان اداء جيد، واداء على مستوى جيد وعلى مستوى المسؤوليه. بنلعب برضه منتخب كبير ومنتخب مدجج بالمحترفين. السنه دي هتبقى ازيد لان كل الفرق ده عامل بشكل كويس. هي المنتخبات الاخرى كابتن جمال راحت في حته ثانيه خالص. يعني لو احنا داخلين فاكرين احنا داخلين بقوه وتاريخ 2010 احنا بنهزر. يعني احنا توتالي لا طبعا على ارض الواقع تنافسين حته ثانيه. الكلام بيختلف، ولكن برضو انا ارجع واقول النقطه اللي انا مصر عليها، ان احنا في التجمعات بيبقى تركيزنا عالي جدا ولاعيبتنا بتظهر بمستوى غير فعلا. حتى برغم قصر مده التجمعات دي، يعني المعسكرات اللي بتضم اللاعبين وبالذات اللي جايين من الدوريات الاوروبيه لاعيبتنا الدوليين المحترفين، يعني هل دي فتره زمن كافيه لايجاد حاله من التناغم ما بينهم وبين بعض؟ على ارض الواقع مش كافيه، ولكن ظروف الدوريات الاوروبيه والعقود اللي بيعملوها اللعيبه في ظل تمسك الرهيب بالنسبه للانديه، لان الانديه حياتها اللعيبه دي حياتها. حتى بطوله الامم الافريقيه، يعني احنا دلوقتي شغال مثلا كاس الاتحاد الانجليزي شرس، ومن غير صلاح ومن غير معظم اللعيبه الاوروبيين معظم اللعيبه الافارقه اللي هم مشتركين في منتخبات. هو يورجن كلوب قاعد بيشد في شعره بالظبط. يعني بالظبط، يعني من يومين يوم مباراه ماتش تنزانيا الودي كان الارسنال بيلعب ليفربول، والارسنال طبعا كان معانا محمد النني هنا وصلاح بيلعبوا مع بعض، وهناك فرقتهم بيلعبوا ضد بعض وفي نفس التايم كسب ليفربول 2-0 وعمل مباراه كبيره جدا. كان واضح ان هو برضه يورجن كلوب يعني بيجهز لعيبته بشكل كويس في حدود النواقص اللي ما بتبقاش موجوده عنده. اكيد. ودي ميزه عكس ارتيتا. طبعا احنا مش عايز اخرج بره موضوعنا طبعا في الجزء ما تبدلناش عالميا بقى مش هنروح بالظبط، فخلينا في كاس الامم. فانا متفائل جدا جدا بالتالق بتاع صلاح. محمد النني حالته كويسه قوي، في عمر مرموش ومحمود حسن تريزيجيه جنب الشمال، جنب قوي جدا تقدر في منافسه قويه ده يلعب، ممكن يريحوا بعض نسبيا في ظل طبعا تتالي المباريات والاجهاد اللي هيحصل. ومصطفى محمد وموجود كهربا وموجود امام عاشور يعني عندنا لعيبه في حاله فوقان، ممكن اعتقد ان هم هيفيدوا المنتخب بشكل جيد من الناحيه الفنيه مع التركيبه اللي هيعملها مستر فيزوريا. اعتقد ان احنا ان شاء الله نبقى في النهائي، ده تصوري الشخصي باذن الله. طيب ايه المنتخبات اللي حضرتك عندك قلق منها شويه؟ يعني البعض كان بيقول لك المغرب، قال لك لا شمال افريقيا في المباريات اللي زي كده ما بنقلقش منهم، يعني منتخبات شمال افريقيا. هل السنغال مثلا؟ خليني اعرف من وجهه نظر حضرتك ايه المنتخبات اللي انا المفروض مش هقلق بس يعني استعد ليها بشكل جيد جدا. المنتخبات اللي هتلاقيها في الادوار على طول الاقصائيه وداخله من تصور الشخص، يعني ممكن نلاقي غانا، يعني غالبا مجموعتنا ممكن تلاقي غانا، نلاقي المغرب ليها تواجد قوي جدا لان هي التواجد الاخير في كاس العالم كان اداء مشرف وكان بطوله بالنسبه لهم بطوله كبيره جدا. منتخب تونس برضو منتخب غانا حتى في الجوائز حضر على السيره منتخب تونس منتخب تونس منتخب تونس برضو من المنتخبات المتماسكه اللي بتعرف تلعب برضو البطولات المجمعه. نفس الكلام بالنسبه لمنتخب الجزائر مدجج برضو باللعيبه المحترفين ومعاهم محرز، فهتلاقي برضو ادائهم الدول العربيه كلها الموجوده او الفرق العربيه مع بعض مع استثناء موريتانيا. يعني موريتانيا هتلاقي القدرات بتاعتها قليله شويه، طبعا هي وسط برضو بس من الفرق العربيه. فرق شمال افريقيا هتلاقوهم تواجد بشكل كبير قوي. المنافس الشرسه واللي هيروح لبعيد قوي منتخب المغرب، ده تصوري الشخصي. يعني كوت ديفوار طبعا هتلاقيها من المنتخبات الثقيله ومرشحه بقوه. هو كله ثقيل الحقيقه كابتن جمال. مش حد خفيف، ده كله اتقل من بعض. كل الفرق اللي اتكلمت عليها مدججين بالمحترفين زي ما انت قلت يا كريم، وعلى راسهم السنغال، كوت ديفوار، غانا، نحط المغرب، نقول تونس. فرق هتلاقيها انا حاسس انها هتبقى بطوله استثنائيه، بطوله قويه. ممكن برضو وبتحصل فيها مفاجات في الادوار الاولى بعد اول جولات، اعتقد انها تبان ونقدر نتكلم فنيا عن كل فرقه وشكلها. بعد الادوار بعد الجوله الاولى من كل المجموعات، يعني بعد ما مصر تلعب موزمبيق، غانا هتلعب راس الاخضر، تلاقي بعض الفرق بقى في المجموعات الثانيه نقدر نقيم ونشوف الشكل اللي بيلعبوا بيه والاداء. وبيفرق معاهم كتير قوي الدوافع. احنا لو الدوافع عندنا ان شاء الله مع منتخب مصر بنفس الاداء اللي احنا بنلاقيه في البطولات المجمعه، اعتقد ان شاء الله احنا هنبقى في النهائي.
طب انا عايزه اروح لكذا نقطه، وبدايه انا وكريم كنا بنتكلم عن طبعا اللعيبه بتاعتنا اللي بتشارك مع منتخباتهم، وكلمنا برضو ده شيء يسعدنا جدا ان احنا كمان اللعيبه اللي بتنتمي للنادي الاهلي يتم اختيارهم مع المنتخبات بتاعتهم، وده امر برضو طبيعي يعني طبعاً. ده بيحصل وضع طبيعي. امر طبيعي عندك يعني اسماء كتيره جدا طبعا منهم بيرستا كنا لسه برضو بنذكره امبارح، والتالق اللي ظهر مع النادي الاهلي عليه في فتره كمان مش كبيره، وفكره التشكيك يعني انا بحب جدا النماذج اللي هي ايه يتم التشكيك فيها في الاول تسكت خالص وتصمت وبعد كده ترد على الارض. فبيرستا ايوه رد على الارض دايما وفي الحياه عامه والله مش بس في الملعب، صح جدا دايما رد بعملك رد بشغلك رد بنجاحك، فهي دي النقطه. وبيرستا يمكن برضو من اللعيبه في الاهلي اللي عملوا كده بالتوفيق، فبرضو منافسه قويه جدا زي ما احنا بنشوف، وبالتالي ده برضو التدريب هنا بنتكلم منتخب جنوب يعني كده ممكن يعني ده التدريب بتاعه يعني بيرسي تاوي يلعب ضدنا في ماتش ولا علي معلول يلعب ضدنا في ماتش دي ازاي دي يا كابتن جمال؟ بنتمنى له بالتوفيق ولا ديانج يلعب ضدنا ينفع كده؟ والله هي دي الكوره بس منتخب طبعا يعني منتخب من المنتخبات المنظمه جدا منتخب جنوب افريقيا برضه بنقيسها شكليا لما بتلاقي سان داونز زي النادي الاهلي، النادي الاهلي بيبقوا متالقين فبيفرق كتير مع المنتخب. خلينا على ارض الواقع واقعيين، معظم طبعا يعني النادي الاهلي متالق او النادي الاهلي بينافس جيدا في بطوله افريقيا في اي بطولات بتلاقيه فايق بيأثر مع المنتخب، وخاصه زي ما قالت نهاوند لو بصينا لعيبه النادي الاهلي هنلاقي برضه نسبه كبيره، هنلاقي الشناوي، هنلاقي كهربا، وهنلاقي ياسر ابراهيم، هنلاقي محمد عبد المنعم، طبعا كل الاحترام طبعا للانديه الاخرى كلهم بيساهموا في منتخب مصر، ولكن لما بتلاقي لعيبه مؤثرين قوي مثلا زي جنوب افريقيا هتلاقي بيرسي تاو مؤثر من اللعيبه المؤثرين، نيجي لمنتخب تونس علي معلول من اللعيبه المؤثرين طبعا، ديانج رغم قله مشاركته الفتره السابقه بس هتلاقيه لعيب مؤثر في منتخب مالي. هو لعيب تقيل كده بالظبط مفيش شك يعني لعيب كويس ولعيب متميز. بس هو علي معلول بصفه خاصه يا كابتن جمال ما اعرفش في ناس كتير بتتعامل معاه على ان هو مصري اكتر مننا. ده حقيقه انت فاهم ازاي؟ ففكره انه بيلعب ضدك دي مش مستساغه لدى المصري بالظبط، هتحسها حاجه غريبه يعني تحسها حاجه غريبه بس طبعا منافسه، هو بيمثل بلده ولعيبتنا بتمثل طبعًا بلدها طبعًا. فاعتقد انها هتبقى يعني بالزبط. منافسة شرسة. أنا عايز أروح برضو لملفات مرتبطة بهذه البطولة ومنهم ملف التحكيم على سبيل المثال يعني كده سريعا لأن أنت بتبني أصل بص عارف كده في حاجات قدر يعني خلاص عرفنا وهنبتدي بقى إيه في الآخر نحبها خلاص بقى ما إحنا خلاص هنعمل إيه الأخطاء التحكيمية هنبتدي نحبها والله بنحبها بالفار بالفار بتاعها والراقب ونشوف يعني ما فيش بتتوقع كابتن جمال هذا الموسم هذه النسخة يكون في اختلاف وتقدم شويه وتطوير في الملف التحكيمي ولا برضو هنعاني واحنا ومنتخبات اخرى من بعض الاخطاء التحكيميه افريقيا للاسف الشديد اللي ما زالت مستمره حتى هذه اللحظه؟ هي مستمره طبعا الاخطاء التحكيميه، يعني عايز اقول حاجه الاخطاء التحكيميه دايما بنقول هي جزء من اللعبه، خلاص الحكم ده موجود كانه لعيب هو بس هو لوحده بيقيم نفسه لوحده قاضي في وسط الملعب وبعد دلوقتي العوامل المساعده ليه المفروض ان هي تقلل بنسبه كبيره المفروض ما هي دي الخطأ. بالظبط دي الغرابه انت بتقلل نسبه الخطا وخاصه في الحاجات اللي انت بتحتكم ليها للفار الحاجات المؤثره وخاصه حالات التسلل خاصه حالات اللي بيبقى فيها عنف مع اللعيبه وبترجع لها تاني وتقدر تلغي انذار او تدي طرد حسب حجم اللعب فدي المفروض ان هي بتقلل بس انا اعتقد تصوري يعني في ظل العلم الرهيب دلوقتي والحالات التحكيميه حتى بقت صعبه جدا احنا في حالات بتيجي على الحكم احنا بنشوفها في الفار لما يبقى يتعطلوا شويه بيقعدوا دقيقتين ثلاثه يدرسوها احنا بنعذر اللايمان يعني في اوقات انت بتبص اللحظه اللايمان لازم ياخد باله الكره طلعت امتى في حالات التسلل تحديدا يعني تبص لازم عينه بيشوف الكره طلعت امتى واللعيب اتحرك امتى الاثنين ان تايم في وقت واحد فالموضوع بالنسبه له برضه بيبقى فيه صعوبه وبتلاقيها على هفوات بس هما يتدربوا بقى ما هو ده شغلته بقى هي خلاص يعني. شغله الحكم وبقى يدخل فيها العلم يعني. والتقنيات الحديثه بس هو اتكررت في الفتره الاخيره كابتن جمال وقع بعينها اكتر من مره ومع حكام معينين كمان فكره ان هو يبقى خطا واضح جدا واضح للكل تمام وهو مثلا ما يعتبرش ان في خطا ويطلب استكمال اللعب هو وبعد فتره الفار هو اللي يستدعيه فيروح بحاله من عدم الرضا وكانه واخد الموضوع على كبريائه يعني ازاي الفار بيراجعني فاهم قصدي يعني ساعات الواحد بيحس بحاجه زي كده هو هي دي حاجه مهينه للحكم خالص امال ايه طيب خالص الفار بيساعده المفروض ان الفار بيساعده على اساس اتمام العداله
انا بدي العداله للفرقتين. فالفار لما بيرجعه مثلا بعد اللعبه هو اوقات الحكم ممكن تبقى لحظه، ممكن تبقى ايه يعني، اوقات ممكن تبقى لحظه سرحان بس هي بتحصل فيها مشكله، ولحظه ثانيه ممكن يكون في اثناء اللعبه لعيب ثاني يعدي قدامه مش شايف هو كويس بالظبط. فاللحظات دي هي اللي بتغيب الحكم شويه، لما بيرجع لها ويراجع الفار ويروح يشوفها في الشاشه هو على فكره بيبقى متفاجئ زيه زينا زي ما حضرتك قلت، فبيتفاجئ بس الفار بيساعده، فبيبدا يرجع في القرار اللي قبل كده وبيبقى ياخد القرار الصائب بالنسبه له. بس هي اولا واخيرا رجعت لجزئيه العداله، ان انا خلاص اديت رغم ان الكره ممكن تستمر 5 ثواني 10 ثواني 20 ثانيه حسب وقت اللعبه، وتبص تلاقيه رجع له بلعبه ثانيه كانت في خط ال 18 مثلا، الكره وصلت هي بدايه الهجمه اصلا بدايه الهجمه طبعا. مثلا طبعا. فبيرجع، فدي برضو بتدي عداله، ولو انها بس احنا يعني ايه عايزين طبعا العلم يعني تقلل التايم شويه اللي انت بتاخد فيه وقت على بال ما تعمل الخطوط بتاعتك والجزئيه بتاعتك بقى التقنيات العلميه والتقنيات الحديثه عشان تقدر توصل للقرار الصائب. بس اعتقد في كاس الامم الافريقيه السنه دي ان شاء الله باذن الله الاخطاء هتقل عن كده كتير ان شاء الله. تصوري. طب ما تيجي نروح كده شويه نرجع للتاريخ كله بقى حتى هذه اللحظه. مين من وجهه نظرك كابتن جمال من المدربين المصريين اللي رفعوا اختار واحد اللي رفعوا اللي رفعوا حلم وسقف طموح المصريين في هذه البطوله؟ هو طبعا الكابتن حسن شحاته، مفيش حسن شحاته كابتن حسن طبعا كابتن حسن عمل انجاز واعتقد ان محدش يوصل له، تصوري اتمنى يعني حد يوصل له مثلا يعملها 3 مرات، بس انا شايف فيها صعوبه جدا ليه؟ في ظل التقدم الرهيب والمحترفين الكتير جدا اللي بيبقوا في الدول العربيه لحد ما احنا نغير نسبيا فكرنا بدا يتغير شويه وبدانا نسيب لاعبتنا وهم صغيرين على اساس يحترفوا عشان نقدر نعمل محمد صلاح تاني والنني وعمر مرموش وتريزيجيه. لا هو كان كمان محظوظ معاه سكواد اكثر من رائع يعني وقتها بصراحه. لا طبعا ما فيش شك. مين من المدربين عامه مش المصريين مين اللي هو يعني اللي دربوا منتخب مصر اللي ضربه مطوع؟ الكابتن محمود الجوهري برضه عامل انجاز رهيب في بطوله 98. بطوله 98 دي كانت احنا رايحين الشعب المصري مش عايز اقول محبط، لا ده الناس مش عايزه تتفرج. قلب الموازين بعد هو رحمه الله عليه قال للجمهور في وقت من الاوقات ما معناه انه ما تتوقعوش خير قوي، وفاجئ الكل بحصوله على البطوله. بالظبط. يعني عارف البطوله دي انا تصوري الشخصي الدوافع اللي انا اتكلمت عليها، الدوافع قبل الفن تكون فنيه، الدوافع للاعيبه المصريين في البطوله دي كابتن محمود الجوهري رحمه الله عليه كان بيعرف يديها للعيب. يعني انا حضرت معاه كذا معسكر في بدايتي مع فريق السكه الحديد، كذا معسكر للمنتخبات منهم تصفيات امم افريقيا في 92 اللي كانت برضه كانت في السنغال اعتقد تقريبا. لا كابتن محمود الجوهري في محاضرته تحس ان فعلا انت بتكلم واحد بيحب بلده بشكل مش طبيعي، والاهم بقى ان بيقدر يوصل لك الاحساس ده، يقدر يوصله لك. بس انا لما اكون لاعب ومشارك مع فريقي او مع منتخب بلدي في بطوله كبيره ولا في كاس عالم للانديه ولا في كاس امم افريقيه، هو مش مجرد مشاركتي في كاس العالم للانديه ده دافع في حد ذاته، يعني مش محتاج حد يدفعني، ما انا مدفوع. انا مدفوع. هو ده قصدي يعني ده لا ده موجود. ليه بنتكلم عن الدوافع كتير في الفتره الاخيره؟ الدوافع عليه احنا يعني معظم اللعيبه العرب لسه ما وصلوش لمرحله ان انا ابقى محترف وعارف شغلي كويس زي الحاله اللي بيعيشها محمد صلاح. محمد صلاح بيقدر يعيش الحاله دي كويس قوي، هو عقليته غير. اللي فرق محمد صلاح عن كل لعيبه المصريين في لعيبه كتير جدا، لعيبه تقيله ما كملتش بالشكل ده، يعني مش عايز اذكر منهم اسماء كتير ما كملوش بنفس المستوى اللي كمل بيه محمد صلاح. صحيح. محمد صلاح بيعرف يوصل لنفسه الدوافع الشخصيه اللي هو بيشتغل عليها وبيشتغل على نفسه. دي الفتره جاي. انما احنا كمصريين او احنا كلعيبه ممكن نكون لسه محليين دايما محتاجين دي، بتغيب عننا. بتغيب عننا ازاي بقى؟ دي بتاعت اللعيب. في لعيبه بتبقى اوريدي جواهم، لعيب متحمس وبيلعب بشراسه وبيلعب بقلبه وبيلعب بقوه وخلاص طبيعته كده، وفي لعيب تاني لا بيحتاجها حد يفكره بيها. كابتن جوهري كان بيقدر يوصلها بشكل كويس، انما هي اوريدي موجوده زي ما انت قلت مفيش شك، ولكن اللي بيقدر يستنفرها ويطلعها من جوه اللعيب دي الحاله، وخاصه اذا كنت بره بلدك. بطوله 98 كانت بره مصر، ما كانتش بالظبط. مين بقى من الاجانب يعني بتشوف مين اكتر حد اقرب كان لان هو يحقق طموح المصريين بقى في البطوله دي الفتره، رغم ان هي ما كانش فيها اداء بشكل جيد جدا؟ مستر كوبر. كوبر
يعني كان بيقدر يوصل الاداء الفني اللي هو صابغ على طبيعه اللاعب المصري، ولو انه كنا كتير بنهاجمه ان احنا الجانب الدفاعي. لا ده العادي بتاعنا. ده العادي بتاعنا. ونكسب، لا اصل الاداء مش عاجبنا، ما احنا كلنا بقينا محللين برضو عندنا مشكله. هو مش غلط ان احنا نقول راينا ابدا، ولا الجماهير ولا اي حد يعبر، وحتى لو ما بيفهمش في المجال ده على فكره كل واحد حر، بس الوحش ان احنا نفتكر انه ممكن كلامنا ده يعني يعمل تغيير، لان في الاول وفي الاخر هو لو عمل تغيير بيبقى تغيير سلبي. يعني للاسف ما بيبقاش اي تغيير ايجابي ليه، فتاثيره سيء. في فرق ما بين ان انا احلل واكون داعم لمنتخبي، او اكون داعم لفرقتي، او اكون داعم بشكل، وفي فرق ان انا بهدم، وفرق ان انا ابقى هجومي. صحيح. ان انا فرق ان ابقى بهجومي بنقد نقد اللي هو لازع، يعني مش نقد ان انا عايز افيدهم في حاجه غايبه عنهم، جزء حتى لو بتكلم جزء فني، مع كامل احترام لكل المحللين. ده الفرق. النقطه دي لو انت وصلت لها، ان انت بتتكلم على منتخب على اساس ان انت بتدي الحالات الايجابيه وبتدي الطاقه الايجابيه لعيبتك، هتفرق كتير قوي. ولكن اوقات في ناس بتاخد الاتجاه السلبي بشكل صعب، ان كان لجهاز فني، ان كان للعيبه، باي شكل. ولكن دايما الطاقه الايجابيه لما انت بتديها لهم في برنامج، في كلامك، في بتوعي اللعيبه، بتتكلم عن الجهاز، ممكن حاجه غايبه من كلام الناس، وعدم المطالبه بقى بالتغيير كل شويه اللي بيحصل ده صعب. لا، موضوع التغيير ده احنا بالنسبه لنا اسهل حاجه. ما انت بتفكر بتهاجم مدرب، مش عاجبك مدرب عايز يتشل عشان ما لعبش. لا، والمشكله ان انت بتغير رايك كل مباراه، يعني ممكن مباراه تقول بالزبط. الله على الاختيار، مباراه ثانيه تقول لك مين اللي جابك اساسا. ايوه يعني. ده اللي بيحصل بالظبط، ده اللي بيحصل. فتبقى طالما ما في نتيجه، يعني مستر كوبر كان معظم اداؤه عامل نتائج كويس وبيوصل وعامل حاجات كويسه مع منتخب مصر، ولكن الاداء مش عاجب الناس قوي، لان الاداء مايل للدفاع. هو خلاص فلسفته كده، ان انا ادافع كويس قوي وما ادخلش فيها جون، وهجيب جون في اي وقت. فكان بيتقل شويه على الحاله الهجوميه او الاندفاع الهجومي بالنسبه للفرقه. ورغم كده برضه وكانت نتائجه كويسه والناس مش راضيه عنه، فدي يعني هتبقى الصراحه حاجه تجنه، بالذات لو حد اجنبي وشايف ان الناس فعلا على راي الهواند في ماتش من ماتشات اجادوا اللاعبين، فاسم الله عليه اسم الله عليه. الماتش اللي بعديه اللعيبه لعبوا بعافيه، مين اللي جاب؟ يعني دي حاجه فعلا بتهيأليش انهم بيشوفوا كده في اوروبا. يعني لا لا خالص خالص، ده تنهاج. مش فكره الحساب بالقطعه، اجي لك لمدرب يعني. تنهاج ده معذب اليونايتد وجماهيره بقى له سنه. ايوه، وعمال يتغلب من طول الارض. الناس ولا حياه لمن تنادي، احنا عاملين تعاقد معاه وده هيجدد الفرقه وهيلاعب لنا لعيبه صغيرين ويعمل احلال وتجديد. والجماهير المان يونايتد السنه دي متلخبط. أيوه. وخرج من بطوله اوروبا ومتبهدل، بس الناس خلاص على يقين ده مديين له خطه. تعالى بقى نقف شويه عند رؤيتك لشخص وشخصيه وامكانيات روي فيتوريا من خلال متابعتك ليه. يعني لا، مدرب عاجبني. ايه اللي عاجبك فيه اكتر حاجه؟ فنيا اولا سيبهم، يعني شبه مثبت الفرقه تقريبا. احنا لو بصينا لتشكيل منتخب مصر كده، ممكن الشناوي ناحيه اليمين، عمر كمال عبد الواحد، المدافعين دي حاجه كويسه. طبعا طبعا ثبات الفرقه بيديك انسجام سريع. وبعدين مرتب سيناريوهاته. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي في لا قدر الله المشكله في محمد هاني، عارف، سوري، بعمر كمال، محمد هاني وراه. عند احمد الحجازي مثلا دلوقتي الاساسي احمد حجازي بخبرته العاليه، ومعاه محمد عبد المنعم. لا، حاطط مثلا وراهم ياسر ابراهيم، وراهم احمد سامي، هو مرتب شغله. ناحيه الشمال بيلاعب احمد فتوح مثلا، عنده محمد حمدي لاعب بيراميدز لاعب كويس. البدايل كويسه والتشكيل تقريبا شبه ثابت. نيجي ناحيه الشمال هتلاقي تريزيجيه، مره تريزيجيه ولو عمر مرموش فايق، عمر مرموش موجود. نيجي لنص الملعب، هو عنده النني وعنده دلوقتي مروان، شايفهم افضل اثنين. تمام، معاهم امام عاشور، عنده بدايل جيده. مصطفى محمد حاطط مركز وراه، عنده كهربا مثلا. وكحراسه مرمى كابتن جمال محمد الشناوي اللي وراه. لا، اللي وراه البديل واضح ان هو بيجهز محمد صبحي، ولان محمد صبحي ممكن يكون بعيد شويه، ولكن هو ما هي دي النقطه. انا ليه لحد دلوقتي وكل سنه بقول نفس الكلام ده على فكره، بنسال نفس الاسئله وبيترد نفس الرد؟ انا ليه كمنتخب مصر ما عنديش بديل في نفس مستوى محمد الشناوي؟ يعني شفنا ابو جبل قبل كده وبصراحه فاجئنا، ابو جبل كان رائع، بس برضو المستوى بعد كده ما تعرفش ايه اللي حصل. فليه ليه ليه ما عنديش لحد دلوقتي كمنتخب مصر بديل لمحمد الشناوي ويفضل فيه ثبات في المستوى بتاعه بنفس المستوى؟ هي بتيجي الجزئيه دي، اللعيب بتبقى بتاعت اللعيب ما بتبقاش بتاعت المدرب. يعني ايه؟ يعني مصر ما فيهاش؟ ما انا هقول لا، بمعنى محمد ابو جبل موجود ولسه بيلعب الى وقتنا هذا. أيه. اعتقد بيلعب في البنك الاهلي تقريبا. يعني اداؤه اتحرك من كذا نادي. يعني بالظبط اتحرك بالظبط، اداؤه ما كانش يرتقي قوي ان هو ممكن يبقى بديل جيد لمحمد الشناوي.
هل ما حصلش هو على فرصة جيدة ولا هو اللي كان سبب في ان هو ما لا اللعيب السبب اللعيب يعني السبب يعني ما نستعينش بيه دلوقتي لا اللعيب السبب اللعيب السبب والمنتخب جهاز المنتخب بيبقى مراقب شايف ده اداؤه في الماتش ده لعيب جيد لا ده لعيب متوسط ده مأدي بامتياز زي اللعيبة اللي خده وانا بعتبرها في الاخر حق اختيار ليه اختيار ليه وقناعاته أكيد حقه انما انا عندي يعني الاساسي او وارد لقدر الله تحصل حاجه زي البطوله اللي فاتت محمد ابو جبل ادى بشكل كويس بس من مباراه تنزانيا الاخيره واضح ان هو اللي حاطط نمره 2 محمد صبحي انا بجهزك انت نمره 2 انت اللي موجود هو المركز اللي ممكن اقول ايه ان ممكن يكون الفرق او الجاب واسع شويه ما بين خبرات الشناوي الكبيره وتالقه وتميزه وما بين محمد صبحي لسه برده شاب صغير يقدر ان هو يشيل منتخب مصر وقت الشد ان شاء الله ما تحصلش انما في معظم المراكز انا شايف ان عندك مكان اختياراته سكواد منطقي يعني بالذات في المركز ده انت محتاج حد برضو بمجرد نزوله لولا سمح الله محمد الشناوي مثلا تعرض لاي وحصل كاس الامم اللي فات وحصل يعني بنفس القدر من الجاهزيه وبمجرد نزوله ما تلاقيش حد من الجمهور يحط ايده على قلبه ويقول لك الله ربنا يشكر وده بيحصل مع ناس لا هو بتقلد هو اصبح بيبعد عادات مشهد حقيقي عارف الاعداد الشباب بيتفرجوا على الماتشات بتلاقي مصطلحات بليغه قوي بتبين لك رؤيه الجمهور للاعب بعينه عامله ازاي دي حقيقة حجم ثقتهم فيها في من عدمه ردود الافعال بتبان زي ما حضرتك قلت بتبان فعلا بتبان وخاصه في مركز حراسه المرمى لان انت يعني ده خلاص انت اللي بتامن لي الناس دي كلها مفيش حد بيغطيك كل لعيب وليه واحد تاني ممكن يعني يصلح خطأه الا حارس المرمى انما زي ما انا قلت لك ان هي بتبقى حراسه المرمى بالذات كمان عايزه وقت طول ما انا رجلي في الملعب غير اي لعيب تلاقيني واخد حساسيه المباراه واخد الثقه حراسه المرمى بالاخص ممكن اي لعيب عنده لو عنده الجزئيه دي فائده شويه مش هتحصل ما عندناش مشاكل انما حراسه المرمى محتاجه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده بشكل مهم ولكن دلوقتي خلاص انا اخترت اربعه محمد الشناوي نمره واحد محمد صبحي نمره اثنين ويصنف بعد كده الاثنين التانيين مفيش مشكله بالنسبه لي انما بقيه المراكز روي فيتوريا كشخصيه سؤال سالتوني عاجبني قوي فنيا عاجبني بحس انه مرتب سيناريوهات وانا كمان بصراحه مرتب سيناريوهات اللي ممكن تحصل له في البطولات والبطوله دي اعتقد ان هو هيبقى لنا تواجد بشكل كبير جدا انا يعني اول كلمه قلتها اعتقد ان احنا هنبقى في النهائي ان شاء الله يا رب السكواد بتاعنا كويس نأمل ونتمنى ذلك والمجموعات بتاعتنا نوفق فيها خاصة المجموعة السادسة اللي بتضم تونس ومالي وجنوب افريقيا اللعيبة بتاعتنا طبعا مع منتخباتهم فيعني هتبقى ممتعة في الأول وفي الآخر عايزين نستمتع وعايزين بإذن الله الاستمتاع ده يكلل في النهاية بأكيد فوز وحصول يعني منتخب مصر على هذه البطولة بإذن الله كابتن جمال الوقت بيجري نورتنا بجد شكرا لحضرتك جدا شكرا جدا جدا وكل التوفيق يا رب للمنتخب المصري إن شاء الله يا رب إن شاء الله بنشكرك على وجودك معانا والشكر موصول لمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعة بكرة بإذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقة جديدة و10 الصبح في الأهلي صباح الفل عليكم.